أصلي مرحبا بكم، نتقابلوا الليلة في موعد استثنائي من سلسلة مناظرات زعمة، أول سلسلة مناظرات بالدارجة التونسية موجهة للشباب بين 16 و35 سنة، واللي تنظمها مبادرة مناظرة، المنظمة الرائدة في تنظيم المناظرات للناطقين باللغة العربية. بالنسبة لنا زعمة تاون هول، هذه الحلة الجديدة أول مرة في تلفزة عربية نشوفوا شكل النقاش هذا، واللي يفتح المجال قدام المواطنين والسياسيين للنقاش مباشرة في موضوع معين. واليوم الموعد استثنائي، وبما أن الموعد استثنائي ترافقني زادة كذلك زميلة استثنائية خلود مبروك. مرحبا يا خلود. مساء الخير الياس. مساء الخير مشاهدينا ومستمعينا في أكثر من 20 وسيلة إعلامية الليلة مناظرة تاريخية، ولأنها كذلك باش نلقاو معنا صناع القرار، باش نلقاو معنا المسؤولين في بلادنا للنقاش حول القانون 52، ولا كما يسميوه قانون العام وفيسبا. طبعا الشباب حاضر معنا باش يتناقش ويطرح الأسئلة. نتذكروا المدة اللي فاتت تحركات ومظاهرات في الشارع التونسي للتنديد بالقانون 52 والاحتجاج عليه، ومؤخرا تمت إدانة 3 من شبابنا في الكيف ب 30 سنة حبس. طبعا حكم تم استنافه الجمعة اللي فاتت، أما أحكام ب 17 سنة و 6 سنين و 10 سنين وتحركات في الشارع. طبعا والأحكام خاصة الياس ما زالت سارية، والسبب هو استهلاك الزطلة. معناه استهلاك القنب الهندي خلود، اليوم باش نحكيو فيه، باش نحكيو في المخدرات، باش نحكيو في مراجعة القانون 52، باش نسمعوا لنا شبابنا يتناظر، وهذا مهم جدا مع صنع القرار في تونس، ولكن أيضا باش نسمعوا شهادات متنوعة من عديد الزوايا بالنسبة للشهادات اللي من داخل السجن، الشهادات نتاع الناس اللي تعدت على التجربة السجنية، الشهادات نتاع الناس اللي من استهلاك القنب الهندي لقات روحها في إدمان آخر. أما قبل خلود وحفاظا على سلامة الجميع، حبيت نرحب بالجمهور اللي حاضر معنا افتراضيا كما كل مرة. شوف ما أحلاهم، شوف ما أكثرهم، وشوف ما بنهم، ونسلموا عليهم افتراضيا، وهما اللي باش يعطيونا رأيهم كيف العادة في أول الحلقة من خلال التصويت. أنتوما مع أو ضد رفع التجريم على استهلاك القنب الهندي؟ أنتوما مع أو ضد رفع التجريم على القنب الهندي؟ والتصويت هذا اللي باش يصير زاد كذلك في نهاية الحصة، ونشوفوا إذا كان تغير ولا لا. نبدلوا القانون 52 باش، علاش اخترنا الموضوع هذا؟ روبورتاج راجعين. مبادرة مناظرة ترجع من جديد المرة هذه من خلال زعمة تاون هول لتطرح ملف تعديل القانون 52 للنقاش.
وهذا علاش اخترنا موضوعنا نبدلوا قانون 52 باش وقبل ما نبدأ ونستقبلوا ضيوفنا وشباب نحب نذكر بحاجة مهمة، ماناش نشجعوا أبدا على استهلاك المادة المخدرة، وإنما نحكيه هوني على قانون، القانون 52 اللي هو بإجماع الحقوقيين والخبراء والمختصين في أغلب المجالات ثبت أن المقاربة الزجرية والردعية فيه غير ناجحة في التعامل مع مستهلك القنب الهندي، وما حققش الجدوى المطلوبة وما نقصش من استهلاك المخدرات. اللي هيس باش نستقبل النواب، ضيوفنا النواب، نبدأ بالسيد أسامة الخليفي عن قلب تونس. مرحبا بك. مرحبا بك. يعيشك. زياد الغناي عن التيار الديمقراطي. مرحبا. مرحبا خلود. ياسين عياري عن أمل وعمل. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. كان من المفروض باش تكون معنا النائبة عن حركة النهضة لطيفة الحباشي، ولكنها اعتذرت البارح مخر، دونك ما فهميش شكون معنا عن كتلة حركة النهضة. مرحبا بكم سيد النواب. المانع خير. يحضر معنا كذلك اليوم الممثل الحكومي القاضي مكرم الجلاصي، مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل. مرحبا بك سي مكرم، شكرا لك على قبول الدعوة. كان مهم أن السلطة التنفيذية تكون حاضرة معنا بطبيعة الحال. السيد سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وما أدراك تدخل السجون والإصلاح في الحديث على القانون 52. الدكتورة أميرة الخليفي، مرحبا بك دكتورة، عن جمعية تونسية لطب الإدمان، والقاضي عمر الوصلاتي، قاضي سيقبل كل شيء ومعه باش نحكيه على وجدان القاضي وعلى قرار القاضي وعلى طريقة تعامل القاضي الآن حتى من 2017 بعد التلقيح وإلا بعد المراجعة مع هذا القانون. عضو في الأيكاب بطبيعة الحال معروف على السيد القاضي المحترم. مرحبا بك وشكرا لك على الصدر معنا اليوم. مرحبا. كما قلنا من البداية الليس عنا معنا مجموعة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني اللي حاضرين معنا الليلة، الليس ناس تفكر وتعمل وتقرر أنها باش تغير القانون هذايا. طبعا الميدان وكل مجالات القانون هذايا. غازي مرابط المحامي والناشط الحقوقي القيدوم يظهر لي على الملف هذايا. مرحبا بك أستاذ المختص في علم الاجتماع جهاد حسالم. مرحبا. عمل ميداني كبير جهاد حسالم بعد تحكي لنا عليه بالتفصيل. وعن جمعية بايلحوم معنا أسامة بوعجيلة، وعن منظمة محامون بلا حدود يحضر معنا لمين بن غازي، تحضر معنا سابرين دراجي على ATL MST سيدا. مرحبا بك سابرين. سابرين اللي لا مرحبا بك سابرين. تنشوفوا مع سابرين من بعد زاد كذلك في الجانب الصحي، اللي جانب الصحي مهم جدا. عديدة هي المحاور اللي تهم موضوعنا اليوم، لك خليوني نرحم بهم هم اللي كل شيء قادي تعمل لهم، هما شبابنا اللي شارك في مبادرة ومسابقة مناظرة. شبابنا مرحبا بكم باش يشاركوا في النقاش اليوم، عندهم عديد الأسئلة في المحاور متاعنا. نذكر أنه من بين أكثر من 300 مشارك تم اختيار الجمهور ولجنة التحكيم، ما بين الجمهور ولجنة التحكيم مناصفة 12 شاب وشابة. مرحبا بهم موجودين معنا. تشوفوا كيفاش شوية آخر يتكلموا وعندهم ما يسألوا للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية، وهذا مهم جدا. بطبيعة الحال كما قلت لكم منذ البداية طلبنا من جمهورنا الافتراضي أنه يصوت، أنتم مع أو ضد رفع العقوبة السجنية وعلى استهلاك القنب الهندي؟ الإجابة الأولى الأرقام تقول مع رفع التجريم 72%، ضد رفع التجريم 28%. هذه الأرقام الأولى في التصويت. أنا مع إلغاء التجريم على استهلاك الزطلة 72%، أنا ضد إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي 28%. هذه الأرقام الأولى خلود. أنت تعطي في الأرقام وين نخزر العينين الشباب والنواب والضيوف، أرقام تتكلم وحدها ومن بعد نرجعوا. شوية آخر بعد نرجعوا. نرجعوا بعد للتصويت وتنسمعوا الجميع، فهمتوا للناس الكل حاضرة. يلا نبداو البداية مع محور أول اسمه أصل المشكل. وفي أصل المشكل وصال عبود 99 ثانية، تفضل وصال البلاتوليك، قول لنا على حد تقديرك أنت شنو أصل المشكل قبل ما نبدأ مع نوابنا ومع ضيوفنا. عسلامة. وصال عندك 99 ثانية تفضل.
نبدلوا قانون 52 باش نمنعوا فئة كبيرة من شبابنا، الشباب اللي هما مستقبل تونس. وقت اللي نقولوا قاعدة قانونية نقولوا قاعدة آمرة لتنظيم المجتمع، وبالتالي لازمها تكون متناسقة مع تطورات وخصوصيات المجتمع هذا. ولكن قانون 52 نتاعنا عنده 30 سنة ساري مفعول على حاله كما هو بالعقوبات المجحفة اللي فيه. الأدهى والأمر أنه كي نرجعوا لأسس وحيثيات وضع القانون هذايا ما نلقاوش اللي هي أسس علاجية إصلاحية علمية، لا نلقاو اللي هي أسس سياسية بحتة. وقتها في إطار قضية الكسكس كونكشن بن علي وقتها أخوه حشمه في قضية دولية تحكم عليه بعشر سنين، إيش باش يعمل؟ القى الحل الجميل هذايا. دايوغ هذا هو السبب اللي خلينا ما نحكيوش فيه الموضوع قبل الثورة، راهو باهي جات الثورة، حكينا فيه وتناقشنا فيه وتحل الموضوع من الأول وجديد، ولكن ما صار حتى شيء في الست سنين الأولانيين، إلى أنه من بعد سي الباجي قايد السبسي الله يرحمه قام بمبادرة باهية برشا، ولكن صار التنقيح في 2017، أما باقي الشباب نحطوا فيهم في الحبس، باقي برشا شباب مشاو في العفس، ولذا مازال عندنا ما نقولوا. المقاربة العلاجية موجودة، مزيان على الاخر في القانون، ولكن في الدنيا الريحه ما فماش. دونك في الاخر نقولوا راهو اقيت، معناها نفعلوها المقاربه العلاجيه هذه. باهي نحب نقول في الاخر، نختم بمقوله لاينشتاين: الغباء هو ان تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الطريقه وان تتخيل نتيجة أخرى. به نحب توا أن نوجه كلامي للسادة الحضور اللي معانا الممثلين على ثلاثة صولات، نحب نقول لهم بجاه ربي أعملوا حويجة، بربي قدموا شوية راهي خلت. شكرا لك وصال، بارك الله فيك، فريمون تشجيع كبير، محليكم، خليني نقول محليكم، خاطر فرحان بكم وفرحانين بكم، وإن شاء الله الكلمة تكون في الأجيال القادمة لكلكم أنتم. أسامة الخليفي 99 ثانية، نفس المبدأ كنا نسمعوا في مواطنة تونسية أعطتها هي على حد تقديرها أصل المشكل، شنو أصل المشكل عندك أنت يا سيد النائب؟ تفضل. أصل المشكل عندها الحق، القانون قانون 52 لسنة 1992 هو قانون رجعي وظالم، وقانون ما يمنش بمبدأ الحرية، يمن بمبدأ نحطوا الشباب في الحبس، حطوا الناس في الحبس. يقول قائل لي وانتو ما كانوا باش عملتوا، احنا في قلب تونس ما قعدناش نحكيو، عملنا مبادرة نهار 9 فيفري، اللي المبادرة هذه شفيها فيها المطلب نتاع الشباب اللي كنتوا تفرجوا عليه نتاع نحي العقوبة السجنية وتعوضها بربما عقوبات أخرى، لكن كل شيء إلا الحبس. ما طلبتوا منا الحبس؟ لا، احنا عملنا المبادرة هذه وفيها النحو الحبس، فيها زادة نحثوا الدولة باش تعالج الإدمان وباش تلعب دورها الصحي، لأنه اليوم كل التقارير الدولية تقول اللي موضوع القنب الهندي ما عادش موضوع نتعاملوا به معاه كجريمه، وانما كموضوع صحي يلزم يتعالج الشباب، يلزم الدوله تلعب دورها في هذا، ويلزم تلعب دورها التوعوي زاده. لكن قوانين كما هذه قوانين باليه بالحق، وقوانين ما تنفعش الناس، وقوانين تضر في الشباب وتضر في مستقبلهم، وهيك علاش احنا ما استنيناش، تحركنا والمبادره موجوده باش ندافعوا عليها. شكرا لك. مازال عندك 12 ثانية وسيمة الخليفي، تتغلهم 12 ثانية وسيمة ولا لا؟ تحكي لنا أكثر على المبادرة. كان دو لا كونتينيتي، المبادرة باش نحكيو عليها بالطبيعة دو لي ديتاي، وباش نحكيو على شنو اللي اقترحناه. بالطبيعة هذايا مطروح للتفاعل، انتم قاعدين تتفاعلوا فيها، وقت مرحبا بكم. سنتحدث على كل التفاصيل اللي موجودة في المبادرة. شكرا لك وسيمة الخليفي. زيد الغني عن التيار الديمقراطي، وصال كنت تقول لكم يا سلطة تشريعية رانا تخذنا، شنو هو أصل المشكل؟ علاش وصلنا اليوم شابة تونسية تقول هك في علاقة بالقانون 52؟ أصل المشكل هو أنه احنا ما نحبوش نعالجوا ظواهر مجتمعية، نحب نغطيوها. أصل المشكل ثقافي، أنه الأنظمة ديما تحب تتزوق صورتها وقت اللي يكون الواقع مأساوي. أصل المشكل القانوني هو أنه هذا القانون يعتمد على جو الدول الموجود منذ سنة 1969. أصل المشكل كذلك أنه سياق التشريعي اللي تضع في هذا القانون سياق زجري أكثر من هكا، هو قانون مجنون. لأنه مثلا في الفصل 7 نتاعه يقول من خصص أو استعمل مكانا يعني المخدرات لاستهلاك المخدرات من 10 إلى 20 سجن.
ينجم يقول القائل المشرع يقول من استعمل معناتها مقصود بها التخصيص، إنما في القانون يذكر الاثنين، يذكر التخصيص والاستعمال. بالتالي إذا كان تبقوا حرفيا النص وباش ما يتطبقش على السيد لازم بعد ما يتكيف يختفي من الوجود. يعني هذا قانون دعائي نتاع بروباغندا جاء في إطار معين، أول معالجة فيه كانت 98 وهي معالجة كذلك في إطار الصورة، زادوا موضوع العلاج في 98 وفي نفس المنطق في 2017 وقت اللي زاد كيف كيف حبينا نلعبوا على الصورة. نحن ليست لدينا سياسة لمكافحة المخدرات لأنه أول شيء يقام هو دراسة ثقافية لهذه المادة الممتدة من القرن 19، من 1814 هنالك نقاش واسع في النخب السياسية، هذه المادة أول ما جرمت في سنة 1953 ومن الضروري الآن اليوم على الأقل بعد 10 سنوات من الديمقراطية أن نضع هذا على الطاولة ونضع فكرة عامة تعالج المخدرات وفقا لانتشارها، لأنه اليوم المنتشر في تونس ونحن يعني كتب في ذلك عديد علماء الاجتماع هو انتشار مادة التكروري سابقا والخشخاش وما هو موجود لنا. بالآلي أصل المشكل هو عدم معالجة الأسباب العميقة والبقاء على مستوى شكرا الصورة. شكرا لك سيد النائب بارك الله فيك. في أصل المشكل يتكلم ذلك كذلك النائب المحترم ياسين العياري. تفضل سياسينا عن أمل وعمل، شنو على حد تقديرك أصل المشكل في الحديث حول القانون 52؟ أول حاجة ساعة نحو أنا كلمة القنب الهندي، أنا عندي أمي تفرج في التلفزة، القنب الهندي هذه بالنسبة لي شنو؟ اسمها الزطلة، خلينا نكلموا توانسة باللغة الواضحة والصريحة. نحب نرجع لبعض الملاحظات جات في التقرير. مش معناها قانون بن علي. أعتقد أنك تحب تركب حاجة في حاجة. يا أخي مجلة الطرقات تعملت سنة وقت، تعملت في وقت بن علي، سميوها قانون بن علي، القانون خايب ما ركبوش عليه السياسة. المخدرات فنتفق في الأصل الساعة، المخدرات ماهيش حاجة باهية. حاجة خايبة، ماهيش حاجة كول، محلاها، ماهيش حاجة ما تضرش. ما نحاولوش نلبسوا حاجة في حاجة. المخدرات حاجة خايبة، أنت بديت قلت ما نحبش توانسة يعتقدونا ندعيو إلى تعاطي المخدرات. المشكلة اليوم أصبحت فينومين دو سوسيتي موجودة في المجتمع برشا، إلى درجة لا يمكن التغافل عنها ويلزموا نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. الأخت اللي خرجت قبل قالت إن القانون ما والجزر والردع ما جابش نتيجة، ما نجموش نعرفه، باش نجمو نعرفه لازم نقارنوا إنه صار ما صارش ردع وسيبنا اللعبة وشفنا اللي جابت نتيجة. القانون ربما لو ما كانت في جزر عدد اللي يتكيفوا اليوم واللي يستهلكوا المخدرات، شنو نحكي كان على الزطلة راهو، المخدرات خاطر القانون 52 على الزطلة وعلى الكوكايين وعلى الهيروين وعلى الاس دي وعلى السموم هذيك الكل. نلخص إذا المخدرات سموم، ماهيش حاجة باهية، عندها أضرار، ماهيش حرية شخصية. يقول لك نعمل في جونتا في شكون نضر أنا؟ لا تضر جونتا. كيفاش جاتك هذيك؟ جاتك عبر عصابات تهرب فيها وتدخل فيها وترشي في الأمن وفي البوليس وفي الديواني باش توصل لك، وفلوسها وين تمشي هذيك؟ بعد 5000 ولا 10000 تمشي باش تخرج اقتصادك. المخدرات حاجة خايبة، صار تسيب كبير في الدولة، أصبحت فينومين دو سوسيتي يجب أن نعالجها الآن من زوايا متعددة. شكرا لك ياسين العياري، يعطيك صحة. نرجعوا وقته حتى للصفر لا اما باش نرجع لك من بعد في الأثناء لاصل المشكل. ياسين العياري خليني ليس نمشي لغازي مرابط توا. غازي مرابط عندك دقيقتين مش 99 ثانية، دقيقتين على خاطر باش يرجع لنا من الاول بالكل الاصل المشكل من العمق. ما هوش منتخب، هو من المجتمع المدني. شكرا ليس نعطيهم وقت أوسع شوية، وانتم السادة النواب عندكم من بعض أسئلة بيجيبوا من عند الشباب، وعندكم تبارك الله أكبر منصة وطنية اللي هي منصة البرلمان. جاوبك بجملة كنت طويلة ليس الغربي. تفضل الميكرو، تفضل الميكرو. شكرا تريتين بداو توا. تفضل تفضل. أنا المشكلة الأساسية بالنسبة لي هي مشكل سياسي. السياسيين هم المسؤولين على الوضعية الحالية. علاش؟ على خاطر القواعد الانتخابية متاعهم خاصة المتعلقة بهم الأغلبيات البرلمانية هي اللي محافظة وتقليدية وماهيش الغلطة متاعهم. الغلطة من المغالطات اللي قاعدة تصير والكذب اللي ينتج عليه نفاق عام، نفاق دولة، نفاق مجتمعي، نفاق دولة لأن الدولة التونسية ماهيش دولة منتجة للمواد المخدرة. ماناش نزرعوا في الماريخوانا، ماناش نزرعوا في الكوكايين، ماناش نصنعوا في الإكستازي، وماناش نصنعوا في الهيروين. دونك هذه قاعدة تدخل من برا، دونك فما علاقة بالتهريب، علاقة بالإرهاب. شكون المنتفع؟ اثنين، النفاق الثاني هو النفاق
المنظومة القضائية والعدلية الكلها. علاش؟ على خاطر قاعدة تطبق في قانون غير دستوري، الفصل 38 من الدستور يكفل الحق في الصحة والوقاية اللي هو مش موجود، غير دستوري لأن ناخذوا في السوائل متاع العباد، سامحوني في الكلمة، في البولة متاعهم في دي كونديسيون صعاب، تحت التعذيب، تحت الإكراه إلى آخره. النفاق الثالث هو النفاق المتعلق بالدولة التونسية، تخلي العبد يتوقف من أجل الاستهلاك، تدخله للحبس وبعد يعاود يخرج، يعاود يستهلك، تدخله من أجل الترويج يعاود يخرج يروج. النفاق الرابع اللي هو كان نخرج توا 100 متر القدام، نمشيو لأي عطار أي حماس، نجمو نشريو ورقة لف باكو ورقة، شكون يدخل فيها كذلك، وخاصة شكون يوزع فيها على كامل تراب الجمهورية في 35 ألف نقاط بيع. النفاق الرابع الخامس عفوا اللي متعلق بالعائلة، النفاق موجود داخل العائلة، على خاطر العائلة ما تسمع بولدها ولا بنتها توقفوا، كان بالتليفون اللي يجي من عند باحث البداية إجا راهو بنتك تتكيف ولا ولدك موقوف في الإجاوة، وهو والحقيقة أنه الطفل ولا الطفلة يتكيفوا في الدار في العائلة ولا مع أصحابهم، والعائلة تكون ما في بلاش. النفاق الأخير وهو نفاق مستحدث، نفاق جديد، أنه الطبقة السياسية كلها موافقة على تنقيح قانون 52 لكن ما تحبش تبطل. علاش ما تحبش تنقحه؟ على خاطر قلت لكم القاعدة الانتخابية متاحة ما تحبش، على خاطرها ما فماش مصلحة مباشرة للسياسيين يبدلوا القانون. شكرا لك غازي برافو. خليني بوزيتيف شوية. أنا في آخر سيكل توا 30 كل عام بالعام 1875 قلت من بدات الحكاية، أمر علي 1875 لزراعة التكروري، 1900 1927 بعد ما الاستقلال 1964 1992 واليوم بعد 30 سنة إن شاء الله نبدلوا القانون، إن شاء الله القانون يتطور مع تطور. شكرا لك غازي مرابط، يعطيك الصحة. شكرا الياس. باش نتعداو الروبورتاج نعتبره مهم جدا في هذه المرحلة من البرنامج، شهادات من عند شباب دخلوا للحبس، دخلوا للحبس على خاطر استهلكوا القنب الهندي، استهلكوا سيجار وزطل. نسمو شهاداتهم ونرجو. يلا. هنا نقرا باك، نقرا على روحي، نعيش مع امي وبابا، عايشه محلانا، نتكيف كيوها الناس، نستهلك في الزطل. ما ترمست الاولى جايب معدل 12، فرحت دارنا جايب 11 ترميزة ثانية، على أساس ترميزة ثالثة ناخذ باك والحمد لله ونعيش كي العباد الكل. طاحوا أولاد الحومة يجبدوا تجبدنا على الاستهلاك. هاي قلت بإذن الله نجم معناتها نهز أوراق ونهز معادلاتي وواحد إن شاء الله يفوز. أنا نلقى روحي محكوم بعام ومليون، ريت برشا شيء في الحبس واحد ما كانش يتصور. المخدرات اللي يحكيوا عليها اللي ريتها في الحبس أكثر من السي في. هيك عديت أنا روحت آخر 2009 ما قعدتش حتى ثلاث أيام، الحاكم ولا يعرفك، روحت ما قعدتش حتى ثلاث أيام، عاودت تشديت كيف شك على المخدرات زاد صحيح باش يصلحك الحبس على خاطر اسم السجون ولا سلاح يهلكونه، هو من السجون والاهلاك من السجون والسلاح. هذا خرجت قعدت يمكن زاد عامين ولا ثلاث سنين، رجعت نستهلك، زدت تشديت، تطورت انا في مخي في الحبس سيء، خاطر ولفت به الحبس وليت نعرف سيستم ونعرف كيفاش نديريجي ونعرف كيفاش نصوحب العباد بالعوان، نعرف كيفاش نخدم روحي، وليت كبران يعني انا يعني وليت عندي نفوذ في الحبس، يعني تجيني السلعة نفرق على العباد ونستهلك أنا ونفرق على العباد، ويعني العباد الأخرى لا يزيد تبيع، فهمتني، تبيع وتستهلك. شكرا لكم على المتابعة. نحكيو على القانون 52، نبدلوا القانون 52 باش سفيان مزغيش يمثل السجون والإصلاح. سمعت كلمة أنا قلقتني برشا، وليت كبران، هذا شو يعني؟ يعني أنه داخل السجون بيدها فما قانون آخر يحكم، مش قانون الدولة، يعني أنه فما قوانين أخرى تحكم الفضاء السجني، خاطي الاكتظاظ وخاطي دونك. لهنا احنا أمام فشل ذريع للدولة سي سفيان. باهي، نحب نوضح في البداية وأنه حاليا منذ سنة 2017 بعد ما تم اعتماد أحكام الفصل 53 تاع ظروف التخفيف، ولات السلطة القضائية يخولها
بطبيعة الحال القانون باش معناتها يقضي بأحكام مش عقوبة سالبة الحرية بالضرورة. تعرفوا اللي نقصت الإيداعات في السجون اللي كانت في حدود أكثر من 6000 في 2017 واللي تحول النصف معناتها في حدود عام، نحكي لك لانكارسيراسيون معناتها الإيداعات في تاع في سنة 2020 حالياً 9000 تقريبا. حاليا المستهلكين اللي عندنا في السجون يمثلوا تقريبا العدد 819 سجين، اغلبهم 83% تقريبا النسبه نتاعهم شباب، اعمارهم تتراوح بين 18 و39 سنه. قبيله انت قلت لي المقاربه، تعرفوا احنا الوحدات السجنيه نتاعنا احنا مكلفين بانفاذ القانون والعقوبات. كي نقولوا استهلاك المخدرات الناس الكل تعرف وانه القانون هذا بعد 30 سنه هو في حاجه الى المراجعه، وتكون المقاربه تشاركيه فيها بعد اجتماعي صحي وقائي تحسيسي. دونك تقرر انه المشكل موجود بطبيعه الحال، المشكل معهول. لكن بالنسبه تو قبيله ذكرت على بالنسبه للسجون وانه هناك نظام اخر. تعرف احنا عندنا تراتيب وعندنا اجراءات. بطبيعه الحال مانيش نحكيو على حالات بعض الحالات، لكن كي تقول انت كبران احنا عندنا تعرف نظام الاقامه بالسجون هو نظام اقامه جماعي يقتضي وانه حتى الشخص الذي باش تحط ناظر الغرفه بين قوسين اللي هو الكبران يتعدى على لجنه خاصه باش تكون فيها وضعيه سلوكيه وضعيه معناتها ماهيش هذه لا نحكيو كيفاش يقع اختيار الكبران بقطع النظر. من بعد هناك تجاوزات كما اي مرفق عمومي يجم يصير، لكن اللي ناكدها وانه اذا كان فما لداخل السجون احنا بالنسبه للهيئه العامه للسجون والاصلاح لا 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 نتسامح في الشان هذا سواء كان من طرف الاعوان او من طرف المودعين، باعتبار وانه احنا كمرفق عمومي نخضع للمساءله نخضع. سي مزغيش تفضل. احنا مصدقينك راه ونعرفوا الكلام اللي تقول فيه انت تسعى على الاخر باش يكون صحيح، اما تسمح لي باش نعطي كلمه لشاب دخل الحبس عاد 9 شهور في الحبس على استهلاك القنب الهندي وهو اليوم ناشط في المجتمع المدني ومؤسس جروب اون ليغاليزي بور فو. وائل تفضل كلمه ليك. وين وائل؟ وائل نجيب لك ميكرو. الميكرو يفضل لك. اي اون انتيسيب شويه باش نجم الميكرو يخلط لضيوفنا بسرعه. تفضل وائل. نزيدوا نشوفوا خير تجربتك السجنيه وائل بناء او مقارنه مع ما تفضل به السيد سفيان مزغيشتا. مع كل احتراماتي اما اللي قلته الكل مش صحيح. الكبران ما يتعديش بلجنه، الكبران يلزمو يعاود الكلام ويعاود شنو قاعد يصير. باهي مش نحكي على هذا، مش نحكي على العبيد. انتوما تقولوا سجون واصلاح، فما كان سجون خاطر نشوف من روحي. كنت نتكيف في 2-3 جوان باغ سومان، دخلت الحبس رجعت بتليفون في الدار نجم نجيب 10 كيلو. دونك ما فماش اصلاح، الحبس عمره ما يصلح، بالعكس يزيد يهلك يفتقك من بعضك انت وداركم واصحابك والفاست هذوكم الكل. شنو تحبوا تعرفوا؟ تحبوا نعرفوا كيفاش عشت؟ كيفاش عشتها من نهار الاول لنهار الثاني؟ كيفاش دخلت؟ كيفاش خرجت؟ شنو عشت لداخل؟ لقيت في الدار مثلا تاع الصباح جاوني 14 كهرباء كسروا باب الدار ودخلوا هزوني ومشاو. على اساس استهلاك؟ على اساس استهلاك. نلقى عندي 13 ولد قضايا ما نعرفهمش، فيهم زوز نعرفهم معناتها اصحاب والباقي ما نعرفهمش. في الاخر بالكل بعد 6 ايام بوشوشه يروحوا البقايا ونتعديو كاننا احنا ثلاثه. علاش؟ خاطر الاخرين دفعوا 30 مليون جعاله. اه دونك هذا باش يهزنا الموضوع نحكيو عليه شويه اخر. وائل كمل. اي بكون احنا ما عندناش باش ندفعوا 30 مليون تعدينا للسجن. وكانت شوك غادي انك تدخل تلقى 150 و 160 واحد في بيت سونسي تهز 25 عبد. معناتها اول ليله رقدت 4 مناس رقدنا في بلاصه. قعدت 10 ايام ما دخلتش التواليت حاشاكم. تيرمون نجمش نوصفوا السجن بالحق ما نجمش. وقفوك في الويكاند وائل. نهار الجمعة. نهار الجمعة سبت واحد. عديت هكاك 30 سامحني ساعة 30 مليون ولد قضية واحد ولا الكل؟ نو ثلاثة نحن. ثلاثة ب 30. باهي. ثلاثة ب 30. بس سفيان. بطبيعة الحال أول حاجة نحب. كيفاش صار في الويكاند؟ كيفاش صار معك في الويكاند اللي قعدنا 6 ايام في بوشوشه؟ اي يهزونا نبحث ويعاودوا يرجعونا بوشوشه. نحكي لكش على الضرب وشلابك والفازات كلنا نعرفوا. اي ونهار الاثنين شنو كان فما؟ انت هوني وين باش تحكي لنا راه؟ هذا كان فما شلابك بيان سور. اي احكي لنا دوك احكي لنا. اي احكي لنا. باهي انا نحكي لك على كيفاش اول ما هزوني. اول ما هزوني طلعوني في هامر وقتها كنت تفكروا بيريود الميليتيري يدور مع البوليسيه بعد الثوره بشويه. C'était le 27 mai 2011.
دونك الميليتير اللي كنا عاقدين فيهم انا ورا مع فصلي على راسي بالبورتكان هكا في الهامر من تيل ثنيه كامله من قدام دارنا محق الويت حطيك شي للجورجين باه من بعد يدخلوك يجيك واحد يعمل لك فازة هكا نتاع يا عايش ولدي باش تتكلم ولا نتاع تشوف شنو يستنى فيك حاسيلو زوز صحابي ما عقلتهمش كي لقيتهم غاديين ولا العقلتهم ولا يلا خلو تفضل ومنهم صاحبي اللي جبدني ما لومتوش وما لوموش لتوا لتوا مسامحه نقولها له خاطر برشا تعذيب برشا برشا وائل انت تشديت نهار الجمعه نهار الاثنين كنت ماشي باش تشد خدمه كنت طالع ما تاخذ اوتيل في ستيان شنو اللي صار؟ مشيت على روحي. باش نرجعوا لها من بعد عندنا جزء مهم في الحصه حول الجانب الاجتماعي والتاثيرات. شكرا لك يا ولد يعطيك الصحه. سفيان مزغيش برشا كلام قال، قال كلام على التعذيب، قال كلام على الاجراءات خلال الايقاف، قال كلام على الوضعيات داخل السجن. هذا هذا التونسي ولا يعرفوا يعرفوا عايشوا في في عايشينوا شبان عايشينوا مواطنين عاديين شيكات ولا مخدرات ولا غيره وضعية السجون اليوم أصبحت وضعية لا يمكن احتمالها بالنسبة بالنسبة للتعذيب داخل السجون يظهر لي تقارير الهيئات ومنظمات الرصد والرقابة أجمعت وأنه فما سياسة متاع التعذيب حتى كان ترك تجاوزات ترتقي الى سوء المعامله تلقى حالات فرديه والهيئه العامه للسجون والسلاح قاعده تقريبا بصفه دوريه تفتح ابحاث اداريه مع التفقديه ويتعداوا على المجلس من غير ما نشهروا بالاعوان نتاعنا وفما حتى اذا كان ارتقت المساله الى الى مستوى التجريم فان وزاره العدل تاذن حتى باحاله المعنيين بالامر على القضاء العدلي. الحاجه اللي نحب نقولها هو صحيح وانه الاكتظاظ موجود في السجون خاصه بالنسبه للموقوفين اللي يمثلوا تقريبا بنسبه 60%. بالنسبه نحن بالنسبة للاستهلاك المخدرات صحيح وأنه المجموعة الوطنية تتكبد مصاريف كنا نجمو نوجهها خير داخل السجون خاصة بالنسبة للمواطنين أنا أحكيو على الاستهلاك لكن هذا لا يمنع كذلك وأنه ما لازمناش نشجعوا على الاستهلاك لابد أن نحسسوا لأن تعرف حتى المساجين الأخرين اللي مواطنين من أجل مثلا قضايا السرقات أو العنف راهو تلقاهم عندهم هما بيدهم عندهم مشاكل متاع إدمان ما نغزروش للمسألة كان للمودعين من أجل الاستهلاك بركة هذه حاجة. الحاجة الأخرى وأنه احنا تعرفوا شو نحبوا الشباب متاعنا احنا نحبوا الشباب متاعنا ديجا تم دسترته وأنه يجب يكون قوة فاعلة باش يقدم بالمجتمع كيف كيف نحبوا الشباب احنا نحافظوا على خليط الأسرة. احنا كهيئة عامة للسجون والسلاح عندنا الفصل 30 يقول لك تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات مصلحة الأسرة نعرفوا بالنسبة للاستهلاك الخليط الأسرة بيدها سي مزغيش والاصلاح وكان تسمع سامحني خاطر مهمين جدا النقاط باش نرجعوا لهم راه احنا جوست توا الموضوع هو كيفاش كي يدخل الحبس كيفاش المعامله كيفاش يلقى روحه كيف اول مره ماناش نحكيو على حاله العود سي سفيان نحكيو على اول مره وهنا رينا شهاده وكل النقاط المواليه باش نرجعوا لهم اما يلزمنا نقدموا لانه مازال عندنا نقدموا حلو باب النقاش يلا الكلمه لشبابنا خلود شكون عنده سؤال للساده النواب والا من المجتمع المدني والا زاد كذلك ضيوفنا من السلطه التنفيذيه ياسمين تفضل تفضل ياسمين ميكرو ياسمين سامحني باش نقاطعك لحظات فقط باش نبدلوا لك الميكرو يلا على خاطر صوتك هذا الميكرو ياسمين خذ الاخر يلا تفضل يلا سؤال ياسمين مش مشكل باهي سي مكرم جلاسي بعد ما كنت تسمع في شهادات الحضور والروبورتاج اللي كنا تفرجنا عليه شوفوا انه القانون 52 قاعد يثبت في الفشل نتاعو من عام 92 لليوم يوم بعد يوم. سؤالي هو علاش ما زلتوا متمسكين بالقانون هذا وما تحبوش تبدلوه؟ قديش لازم من عائله تونسيه تتحطم وقديش من مستقبل شاب باش يتدمر باش يوصل القانون هذا يتبدل؟ هذا هو سؤالي. انا ظهر لي انه قايت باش يتبدل القانون. يلا سي مكر تفضل. يعطيكم الصحه يعطيها الصحه ياسمين. يعطيها الصحه الناس الكل تفضل سي مكر تفضل. هو انه وقتاش يتبدل ايه؟ الكلنا متفقين انه القانون لازم يتبدل. والصرخة اللي عملتها وصال باسم الشباب الكل نحن واعيين بها وباش نبدلوه القانون هذايا ما فيهش نقاش. وقتاش نجم نعرف وقتاش سي مكرم؟ كلنا قلنا وقتاش فرد وقت اللي نتفقوا الكل حول القانون
لو جات الحكومة وحدها باش تخدم القانون أو وزارة العدل وحدها باش تخدم القانون تنجم تخرجوا في شهر من زمان، لكن نحن اخترنا اثنية اللي تكون تشاركية بين الناس كل. والسيد رئيس الحكومة في 13 فيفري أعطى تصريح كان واضح في توجه الحكومة في ضرورة تغيير المقاربة من مقاربة زجرية إلى مقاربة صحية، وتحديد وتفرقة ضرورية ما بين الضحية والمجرم، واعتبار أنه مستهلك المخدرات هو ضحية نتعامل معاه من أكثر من مجال، خاصة علاجه والمجال الصحي بما في ذلك الجانب الزجري اللي ما يزموش يحطم الشباب. ياسمين عندك ما تضيف؟ تفضل بسرعة. نقول لك وإنه الإرادة موجودة من الشعب، فما توا تحركات، فما هاشتاج يقول الحبس لا، القانون لازم يتبدل، الشعب يحب القانون هذا يتبدل. رد بالك تتكلم باسم الشعب الكل ياسمين، ميسال نسبة كبيرة من الشعب. قول أنت بالنسبة ليك موجود حراك يقول حبس لا. أسامة عندك ما تضيف في النقاش، تفضل أسامة. باهي، على السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. سمعت برشا آراء سياسيين حول الموضوع هذا، كلهم أجمعوا أنهم يحبوا يأخذوا على الاستهلاك والسوق السوداء. باهي، انا كشاب اليوم كل يوم نسمع في اللي فما مستهلكين يتشدوا، وعمري ما ريت مروجين. اليوم تنجم تجاوبني على عدد شبكات ترويج كبرى تم تفكيكها؟ السؤال موجه للحكومه، لا لشكون؟ للسجون الاصلاحيه. للسجون. هاي تفضل سي منصور، نزيدك نقطه شويه، نزيدك نقطه سامحني. بالطبيعه الشاب اللي بيع لاولاد حومته ما يتسماش مروج، خاطر انا نحكي على المروجين الكبار. الحيتان الكبرى، يلا بيناتكم الزوز تناخذوا الاجابه من عند الزوز. نبدا معك سي مكرم، علاش ما توريوناش كسلطه تنفيذيه حرص على ضرب الحيتان الكبرى وفما تقريبا استهداف للمستهلك الصغير؟ تفضل. بالضبط، هو دائما الهدف الاساسي من الاعمال في متابعه قانون المخدرات في جانبه نتاع التجار، هذا خدمه كبيره قاعده تقوم بها الهياكل المعنيه. مرينة يعني هيش. بالنسبه مريناهاش مرينة فما هيش. فما لوكو نعم هذا معك سياس، هو انه هذه مثل موش في فما خدمه ولا ما ثماش، لا فما خدمه كبيره وساعات تخرج في القنوات معناتها التلفزيه كميات كبيره نتاع استهلاك، ولكن معك انه يلزم نخدموا اكثر على الكوم في النقطه هذه باش توصل لكافه المواطنين انه فما خدمه كبيره. اليوم معناتها ما بين 2019 و2020 عدد القضايا نتاع الترويج والشبكات عندنا 393 قضيه منشوره ومتعهدت بها المحاكم، تشمل 684 متهم في التجار وما إلى ذلك مش في المستهلكين. وبالتالي تعرفوا أنه بلادنا في بعض الأحيان هي بلاد عبور للمخدرات. جاوب أسامة، السؤال جاء من عند أسامة، فريمون جاوب أسامة، هو اللي يسأل فيك معناها كمواطن وكشاب. دونك أسامة جاوبك سياسي مكرم؟ لا ما أقنعنيش. أي ما أقنعكش حاجة أخرى، ما جاوبك على الأقل. لا ما أقنعنيش. دونك القانون لازم يتطبق بالإنصاف بين الجميع، وإلا خلينا نقولوا لتونس دولة ضعيفة قادرة فقط على سجن المستهلكين الشباب اللي يقرأوا على رواحهم، وغير قادرة على تطبيق القانون على المروجين الكبار. أظن أنه أسامة جاوبك شوية الحقيقة معناها، فهمتني؟ أما أنت نرجعوا لك من بعد، ما يسالش خاطر ما عادش عندنا وقت راهو. يلا يلا نقدموا تفضل سي سفيان. أسامة باش ونشكروه على التفاعل نتاعو. بالنسبة راهو بالنسبة للمروجين وخاصة نتاع العصابات، احنا توا في الوحدات السجنية تقريبا عندنا 4797 سجين، اللي هذوما تعرف من أجل تتبع جنائي سواء محكومين أو موقوفين. ونأكد لك حاجة، انه الهيئه العامه للسجون والاصلاح ونقول الهيئه العامه سلطه الاشراف ايضا وزاره العدل على مستوى العفو والصرح الشرطي، راهو هناك تشديد بالنسبه لمتاع العصابات اللي لا مجال لتمتيعهم بالعفو والصرح الشرطي، ويقع دراسه ملفاتهم حاله بحاله، وتعتبر من الجرائم الاشد خطوره. شكرا لك سفيان المزغيش، يعطيك صحه، ميرسي بوكو. باش نتعداو مع بعضنا توا للحديث على التداعيات الاجتماعيه، القانون 52
من الجانب الاجتماعي. ليس كما في أصل المشكل الجانب الاجتماعي باش نسمعوا في البداية طرح المشاركين معنا من شباب مناظرة. نستدعى نور رمضان. نور تفضل. لا نور تفضل لالتين. نور رمضان بلاستيك. عسلامة. حبيت نحكي على فاطمة. فاطمة أم تونسية من قفصة، إجاها تليفون عقبات الليل يقولها عسلامة مدام التحليل متاع ولدك مصه، ما تفهم حد شيء، وتتلفت تلقى ولدها محبوس في حبس في القيروان. علاش؟ على خاطر سيجار وزطلة. ومن غير ما نحكي على الوضعية المالية وصعوبة التنقل والضغوطات من غير ما نحكي على الوضعية المالية وصعوبات التنقل والعجز والمشاكل والظلم اللي تعيشهم كل أم تونسية ولدها محطوط في الحبس. وزادة مش لازم نحكي على الرشوة اللي باش تخرجها من جيبها باش القفة تنجم توصل لولدها كاملة. اليوم مدام فاطمة في عظمة كانت تستنى في ولدها باش ياخذ لها الباك ويولي لها محامي ولا مهندس ويعاونها على هم الزمان. اليوم مدام فاطمة تستنى فيه وقتش باش يخرج من الحبس. إيه وخرج أما بدن بلا روح، على خاطر كنا نعرفوا المجتمع التونسي كيفاش يعامل شاب البيت روا متاعو مصخ وسطر لي هنية على البيت روا المصخ. على خاطر الدولة التونسية اليوم تشد شاب تونسي قاعد يتكيف تحطه في الحبس تخرجه يزرق. الدولة التونسية تشد شاب تونسي قاعد يتكيف تحطه في الحبس تخرجه مريض نفساني. على خاطر الدولة التو ما فهمتش اللي الشاب اللي حطته في الحبس هذاك هو مستقبل البلاد. وعلى خاطر الظاهرة هذه مسؤولية الناس الكل، العائلة، المؤسسات التربوية والدولة اللي همشت وما أطرتش. علاش اليوم نجول أضعف حلقة في هذايا كله ونحسبه وحده؟ ولا على خاطر نسيت اللي أني نحكي على تونس. بارك الله فيك نور، يعطيك الصحة، ينتهي وقتك. شجعوها صحيح. بارك الله فيك نور، يعطيك الصحة. الموعد يكون خلود مع روبورتاج. جستمون قصة جميلة ولكنها تعبر على محنة متعبة للسجين وعائلته، نظرة المجتمع للسجين 52. باش نشوفوا مع بعضنا في التقرير هذايا شهادات، باش خليكم أنتم تحكموا ونرجعوا بعد ذلك. بارك الله علينا خويا انجينيور، خويا الاخر يعمل سيكل دانجينيور، انا في ماستر داتا ساينس، مرة كل من ديقلا. اما ديت الجور اللي سمعت بيا انا نتكيف، قالت ولدي تحطم معناها. تو فاميلتي الكل مثلا ما فما حتى واحد معادي حابس، كان انا معادي حابس، او ولد فلان راهو معادي حابس، راهو ترشنيه، ولو حتى كي تجي تقعد يقروا لك حساب، معناتها ديما موسوسين، خايفين. انا ما عندي حتى صاحب انا تو، انا يا ربي يفضل لي ميمتي كاو، مرا مسكينة زاد مرا كبيرة. هذيك نحكي معاه، هذيك نقعد معاه، هذيك هذيك نبقات، وما عادش عندي حتى صاحب، وبرسا ما يقعد بعدي حتى واحد. لا عائلة كاملة تتفارق على معناها عائلة كاملة تمشي، سواء طفلة ولا طفل مشاو للحبس، معناها البو والأم والأخت والعمة وكلهم، معناها العائلة الكل باش تتفارق، باش يتزيد المصروف. وباش تزيد المشي والجاي وتولي عبارة معناها دار ميت، معناها فهمت، عبارة بتجي تعزي فهمت. أنا لما تفول واحد قال لك الريق جاي من الكياس نجيب كياس. إنسان مظلوم وقت اللي يخرج يلقى المجتمع مازال ظالمه رغم أنه تظلم وعد عقوبته السجنية. اليوم برانسيب يولي يخلص مع المجتمع رغم اللي عقوبة ظالمة، لا يزيد يخرج يلقى مازال ما خلصش. يلا موضوع الوصم جهاد حاج سالم اختخدموا برشا على التيران خاصة في الأحياء الشعبية. جهاد مختص في علم الاجتماع، فكرة الوصم نتكيف سيجارو ندخل الحبس نتعدى على التجربة اللي عاشها وائل مثلا، وخطي هذاك الجرح اللي نعيشه وانا كمواطن ولا كشخص. من بعد فما نظرة المجتمع وفما الوصم، هذاك شد الحبس، هذاك بتروان تاعه مسخة، هذاك طاح على الزطلة. هذا موضوع دامي زاد كذلك وكارثة بالنسبة للي يعيشوا الشيء هذا. شهادتك تفضل. طبعا شكرا لكم الساعة والحاجة. مباشرة في صلب الموضوع، يعني موضوع الوصف ما يخصش فقط سجناء قانون 52، يخص سجناء عموما في تونس.
في أي قضية كانت. هذه فضيحة. في أي قضية كانت. هذه فضيحة. والأدهى أنه هذا وصم معزز قانونياً يعني. مش فقط مجرد وصم مجتمعي لكنه معزز قانونياً لأنه فما قوانين صعيبة ياسر لاسترجاع الحقوق المدنية. وفعليا معناتها بعد كي باش تمشي تمارس عمل باش تمشي تمارس نشاط اقتصادي نشاط تربوي او غيره تلقى حواجز قانونيه صعيبه جدا تتعلق بالبيت رواه السفر وغير ذلك معناتها لذلك في القضيه هذه تتجاوز 52 قانون 52 في حد ذاته قضيه السجن عموما قضيه مؤسسه سجنيه عموما واللي هي تطرح قضيه اعمق حسب رايي انا اللي هو فعليا اي مجتمع نحن نعيش فيه ولا اي مجتمع نريد ان نعيش فيها هل هو مجتمع عقابي مجتمع إقصائي أم هو مجتمع إدماجي وهذا 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 هو السؤال الحقيقي في رأي في رأي حتى مجتمعنا تجاوز أنه يكون إقصائي لأنه عندنا بشر أصبحت فئة من البشر أصبحت فئة مستباحة بشر مستباحة فعليا طاقات مهدورة عندنا 12 ألف يحرقوا كل عام عندنا من 2016 ل 2020 بحسب وزارة العدل والإحصائية خرجها نائب زياد الغني 12,430 شاب تونسي شدوا السجن على قانون 52 عنا شباب في الاس دي سات ما نعرفوش قديش عددهم ممنوعين من السفر عنا شباب ممنوعين من التعليم عنا شباب ممنوعين من الثقافة عنا شباب معطلين على العمل بمئات الالاف يعني عنا كأنه الدولة اليوم ولا كأنه في المجتمع متاعنا عنا طاقة خلاقة اللي مجتمعات أخرى تبحث عليها وتجيب في خاطرها في اللاجئين عندها وتحل عليها في برامج الهجرة عنا طاقة خلاقة وما نش عارفين كيفاش نصرفوها في مصارف خلاقة فأصبحت لدينا أكثر من الأقصاء دخلنا في الهدر وفي استباحة البشر وفي استباحة الشباب نجاوز حتى من قولة الأقصاء جاوزت يظهر لي الواقع الحالي اللي نحن نعيشه فيه يعني مجتمع عندك فيه 350 ألف تعليم عالي وعاطلين على العمل دخلنا في الهدر وفي استباحة البشر يعني في استباحة الموارد واللي تحب أنت الكل فهذه نقطة أولى نقطة ثانية جهاز ممكن تسمح قبل نقطة ثانية تعطينا فكرة على الشباب بعد لا يخرجوا من الحبس واللي يكونوا تسجنوا جراء القانون 52 هما شو نظرتهم إلى أي مدى يقبلوا النظرة هذية اللي كنت تحكي عليها يعني أسكيز أكسبت كالكبار طبعا لا وهذا طبعا ما مش يقبلوا لأنه يعني يواجهوا صعوبات عديدة ومعنى رفض من المجتمع ولا من المؤسسات متاع الدولة ولا غيره وهذا يؤدي إلى استراتيجيات متعددة فما استراتيجية الهروب فما برشا يحرقوا فما استراتيجية تقاقع الذات فما ناس اليوم عنا في تونس تعيش فعليا شباب عمرهم 27 28 سنة يعيشوا في الدار حياته دار وقهوة يقعد وحده كونكتي بالتليفون كذا متقوقع على ذاته ما عنده حتى أمل حتى 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 نظر الخروج فما ناس تمشي للتطرف وريناهم في قضايا مشهورة في تونس ما غير ما نقعدوا نرجع عليها نقمة كاملة على المجتمع وعلى الدولة تولي معكوسة ترجع على المجتمع من جديد ف ربما لهنا زاد فما نقطة أخرى مهمة نتصور أن جيوها وأخيرة جهادي فضلك خلينا نفتحوا نقاش مرة أخرى تفضل في جذور المشكلة في الثلاثينات الحركة الوطنية وقفت ضد استهلاك التكروري معناتها محمود الماتري شادلي القليبي المجموعة تاع لاكسيون تاع الحزب الدستوري كان ضد استهلاك التكروري واعتبرته تغييب للعقول في تونس اليوم عندنا قضية مهمة جدا اللي هي عندنا فئات واسعة من الناس نتيجة الإقصاء نتيجة الحجر نتيجة الهدر اللي حكينا عليه الوصم إلى ما آخره عندها رغبة في أنها تخرج من ذواتها في أنها تفلت من تونس ولا تفلت من ذواتها وتعتبر يا إما مجتمعها سجن يا إما ذواتها سجن مش مش نفهم انتشار المخدرات وغيرها من الظواهر المحفوفة بالمخاطر ما غير ما نستوعبوا بالقدية الواقعة هذه في أوكي مجتمعنا جيد. خلي شباب يسأل تنجموا تسألوا بطبيعة الحال المجتمع المدني وتنجموا تسألوا السادة من السلطة التنفيذية ومن السلطة التشريعية ندى تفضل ندى تفضل يلا اليوم ونظرا لظاهرة الاكتظاظ اللي تعيشها السجون التونسية متاعنا عنا صعوبة كبيرة في الفصل بين السجناء بتاع الاستهلاك والسجناء الاخرين ندي فضلك احنا رانا في الجانب الان الاجتماعي اي انا بشتغل المعلومة هذه باش اي لا داكورد اوكي يلا تفضل ندي وكلنا نعرفوا التأثيرات تاع انا نحط سجين سيجارو مع سجين ارهابي او سجين قاتل ولذلك انا نحب نزيد نسأل السيد جهاد أشنية نوعية الثقافة اللي نجم يكتسبها الإنسان في الحبس ويخرج بها للمجتمع خاصة إنه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة الفصل بين السجناء. يعيشك بارك الله فيك لدي ممتاز سؤال تفضل. أوكي هو من خل ورقة بيضة يخالط كيفاش يخرج؟ هو من الانتقادات المواجهة من السجن في من علماء الاجتماع من السبعينات من يبدأ يخدموا على السجن فما انتقادات كلاسيكية ولات اليوم اللي ميشيل فوكون شر المراقبة العقابي لليوم أهم كتاب على السجن من أولها أن السجن يشكل مجال محترف للإجرام
هذا اولا. وقت لموا برشا مجرمين مع بعضهم فانه بالشكل مجرم محترف للاجرام. ثانيا انه السجن يقطع الشخص عن محيطه عن عائلته. ثالثا انه السجن العود فيه وهذا في مجتمعات العالم كلها اكثر فيه من المغادر. رابعا انه ما ثبتش انه السجن فعلا في اي مجتمع كان مدخل للاسلاح. اربع انتقادات هذوما تنجم ترجعوا لادبيه الكل في علم الاجتماع حول السجون تقاوم موجود. فاليوم عندنا مجتمعات تسكر في السجون وعندنا مجتمعات تبدل في العقوبات السجنيه اكثر ما يمكن بالعقوبات المدنيه والمجتمعيه. يظهر لي لهنا الحل ولهنا المستقبل. اذا كان ما نمشيوش في هذايا رانا قاعدين نمشيو ضد المستقبل. شكرا. سؤال اخر. سؤال اخر خلود. اي لا يعيشك. سؤال اخر ومن بعد نمشيو للتعليقات. شنو يقعد لنا وقت؟ تفضل شذيل. كلمه ليك. عسلامه. سؤالي موجه للحكومه. بناء على كلام السيد جهاد اليوم جيت باش نسالكم انتم كحكومه كصناع قرار في تونس شنية خططكم شنية برامجكم شنية حذرتوا؟ كمل سيدي. هذا اللي عندنا مشكله تاع الميكرو. انا مشكله في الميكرو. لا ما نجموش كملوا بيه. كمل في ساعة سؤالك. شنو حذرتوا لهالشباب شنو لحمايتهم من الثقافه السجنيه اللي باش يكتسبوها داخل السجن؟ شكرا. تفضل سي مكر. اهم شيء هو ان نقعدوا في ليكوت للشباب وللمواطنين الكل. هذا اللي ممكن ننقص في بعض الحالات. المهم اليوم ان نحطوا الاطار ان نسمعوا بعضنا. تعرف الصعوبات اللي عندي ونعرف شنو هي الافكار اللي عندك ونتفاعلوا. اليوم فما برشا برامج قاعده تخدم وتحطت ولكن علاش مش قاعده تعطي في النتائج نتاعها؟ المهم انه القرار الحكومي والعمل الحكومي وان كان انا ما نجمش نمثل الحكومه الكل، انا في وزاره العدل ولكن في تفاعل كبير مع العمل الحكومي باعتبارنا فريق حكومي منسجم الكل مع بعضه، والكلنا نخدموا لفائده المواطن ونحن مواطنين كيفكم، نخموا في ابنائنا، لكن يا لكن يا عندك مضيف؟ شادي عندك مضيف؟ شنية البرامج الملموسه؟ انا اليوم كشاب نحب نشوف شنية البرامج؟ شنية حضرتوا انتم لحمايه هالشباب؟ البرامج نتاعنا هي ان نكون الشباب مؤطر وأن العمل يكون شبكي ما بين كافة الأطراف. شنية التأطيرات؟ نعم شنية التأطيرات بالضبط؟ خطر أنت اليوم قاعد الشاب هذا قاعد تزرع في قنبلة موقوتة داخل المجتمع، نهار آخر كي باش يخرج هو باش يشارك هالثقافة السجنية اللي اكتسبها داخل السجن مع بقية المجتمع. هو لهنا البرامج متاع التأهيل وإعادة الإدماج متاع الشاب اللي زلت به القدم. هالبرامج هذه قاعده تتفعل وعندنا معنا سي سفيان تو يعطينا البرامج الموجهه للشباب، لكن العمل ما هوش عمل البركه جهه وحيده. البرودوي فينال المنتوج النهائي هو مستقبلنا. أي. مستقبل تونس. سي مكرم انت قلت نسمعوا والبرامج عند سي سفيان، دونك سي سفيان نورنا. شنو هما البرامج الموجوده للشباب بعد السجن؟ تعرفوا بالنسبه للبرامج وهذه حاجه باهيه، خلي يعرفوا الشباب اللي فما برامج وبعد نقيموا هالبرامج هذيا، والبرامج هذيا نقيموها انطلاقا من نسبه العود. شنو هي نسبه العود قبل ما نقيموها؟ قول لنا عليها. نسبه كيفاش؟ قول لنا عليها قبل ما نقيموها. بالنسبه للبرامج هذيا بالنسبه مثلا انا خرجت من الحبس اليوم مشيت يا سيدي عديت خلصت الدين نتاعي مع المجتمع وخرجت، الدوله كيفاش تعاوني؟ كيفاش تقف معايا؟ كيفاش تأثر؟ قولي لي انا بخلاف المرافقه نجم تاع استنى شادي خلي جاوبنا. لا ما فهمش السؤال. انا نحكي داخل السجن مش خارج السجن. فهمتك. واحنا زدنا داخل السجن وخارج السجن. زدنا احنا الشاب اللي يدخل داخل السجن واللي كما قلت لكم قبيله راهو حتى في الجرائم الكل مش كان في المخدرات في الاستهلاك راهم تقريبا يمثلوا اكثر من 70% هما شباب، واللي يقولوا شباب يلزمهم قوه فعلة هذوك مستقبل تونس. البرامج احنا اللي باش نعملوهم شنو حاجتنا احنا بطبيعه الحال باش يعدل السلوك نتاعو. كيفاش؟ عندك البرامج نتاع التعليم، عندك نتاع التاهيل، عندك نتاع التكوين. سي صفيان موجودين البرامج هذه كلها فيهم؟ احنا اليوم الثقافه شكون يستفيد بهم؟ هما الشباب اللي موجودون في السجن. انت اليوم أوكي. انت الجمعه الجايه باش تجي نصدعوك تتفرج على 30 مسرحيه، عندك السينما يدخل السجون، هذه باش نحبوك متوازن. لكن بعد ما تخرج مهما قدمت لا شيء بذيء. يحبوا الكلمة نفسها.
الناس الكل يحبوا الكل بشويه وائل بشويه لحظه استنى وائل كان تسمع باش نعطي لاسامه بوعجيل في نفس الموضوع وبعد نعطيكم الكلمه باي لحوم تفضل سوغ تيغان يخدموا دونك باش يقولوا لنا الفوائد نتاع البرامج سي سوفيان تفضل برامج موجوده داخل وخارج السجن لا والله ما ريتها ما نكذبش عليك نعرف كان جي سي سي كي تدخل الحبس اي في بريود معينه وحتى السجناء على حد معرفتي معناها ما مش الكلهم معناها يكونوا حاضرين في الفرجه هذه اما دائما نحكي ونحن على البعد الاجتماعي وكي يتكلم قبيله سي سوفيان مزغيش على سوء المعامله والتعذيب واكد انه اليوم احنا في تونس ماناش قدام سياسه دوله معناها للتعذيب الحق كجمعيه تشتغل على الميدان معناها مع لي جون وباللي جون فيدهم ماناش مقتنعين برشا بالكلام هذا لو فات حتى جوريديكمون بارلون الفصل 101 مكرر في المجله الجزائيه هو مخالف الاتفاقيه الدوليه لمهضه التعذيب اللي تونس مصادقه عليها اليوم التعذيب اللي كنا نسمعوا به قبل ضد نشطاء سياسيين ولا غيره قبل الثوره اليوم موجود وسوء المعامله مازالت موجود بخلاف السياسيين اليوم متوجهه ضد فئات جديده ضد مستهلكي مستهلكات المخدرات ضد الشباب ضد مجتمع الميم وضد فئات اخرى متعدده في الاطار هذا ثم نحب نرجع شويه على الكلمه اللي قالها جهاد الحسالم كيف حكي على التقوقع الاشكال الكبير اليوم ان نلقاو فئات متقوقعه على ذواتها وعندها اثارها الحكايه هذه اثارها من ناحيه ولوجهم الحق للصحه كيف من ناحيه انهم يكونوا اكثر عرضه من غيرهم لاثار التطرف العنيف في الاطار هذا ثم الوصم اللي يعطي نتائج عكسيه واللي هو متعلق اكثر بالنساء مستهلكات الحقن مستهلكات خلينا نقول مخدرات وخاصه معناها مخدرات عن طريق الحقن النساء هنا يكونوا عرضة دوبلومون لاستيغماتيزاسيون والديسكريميناسيون وهذا هو الخطر الكبير في وسط غياب برامج متوجهة للناس هذوما. شكرا لك ربك خليني نشكرك برشا ونشكر كل الناس اللي يخدموا على الميدان وسؤال خلينا نتوجه به الآن للسادة النواب على خاطر السادة النواب زاد يظهر لي توا سمعوا مليح سمعوا زوز محطات كبرى أصل المشكل والجانب الاجتماعي ناخذ من عندكم ردة فعل سريعة نبدا بك أسامة الخليفي. انكرويابل علاش الى حد الان وفما هذا الكل اللي يتقال الكل واللي مسكوت عنه واللي يتقال واللي معروف اي بورتو هذا ما قانون مازال نافذ وهذا قانون مازال نتعاملوا به تقولش علينا الكل ما فما حتى ادنى مشكل ما اي خاطر ما اجمالا اللي يقولوا فيه الشباب ولا اللي يقولوا فيه حتى السلطه التنفيذيه ولا الخبراء ما ثماش معناتها اراده سياسيه ثماش إرادة سياسية وثم زادا يلزم نقولوها ثم مجتمع محافظ لأنه يعني كلمة زطلة ما زالت اليوم كي تسمع زطلة حاجة خايبة واحد دخل السجن ولا يتعاطى في الزطلة حاجة خايبة هذه عمل مشكورين المجتمع المدني ومشكورين زادا الشباب اللي واعيين بهذا لكن الجانب التشريعي واللي احنا هذا دورنا اللي مش كان القانون هذا يرى هذا قانون أنتي كونستيتيوشنيل قانون معناتها مخالف ومعناتها ضد دستور 2014 اللي يعطي الأولوية للحرية في قوانين أخرى شكارة قوانين يلزمنا اليوم مجلة جزائية وهي لكنك تشوف سياسيين لايين بعركة أخرى عركة إيديولوجية عركة متاع شكون يقرب من ربي ومخالفين ومخليين هالمشاكل هذه اللي هي تهم الناس وتنفع الشباب مثل عيال لي ديمونسيون اللي كنت تسمع فيهم على امتداد النص ساعه الاولى ولا 45 دقيقه الاولى من الساعه الاولى دايره من برنامجنا قناعاتك شو رايك في اللي كنت تسمع فيه؟ خليني نكون صادق اي كون صادق ماهوش الفصل والقانون 52 اللي دمر لك حياتك انك تكيفت سيجار وهو اللي دمر لك مستقبلك تحب القانون 52 ما يحطملكش مستقبلك ما تكيف السيجار واحد اثنين على العكس اللي حاضرين هنا في الضيوف الحبس نعرفه ونأكد لك أنه ماكينة لرحي الذات البشرية في الحبس 2014 ونعرفه مليح 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 معمول باش يدقدق في الكونسيبسيون نتاعو باش يرحي العبد رحي يردك مجرد رقم وشكون اللومن على الاكتظاظ في السجون ما لوم سجون الإصلاح ألوم القضاة عندهم استسهال غير معقول في الإيقاف التحفظي دوره في حين أن القانون شو يقول الحرمان من الحرية للمتهم ما تو تحكم أما للمتهم يكون في الحالات القصوى احنا شو يعمل يمشي له 10 ما خلطش يشوفهم الكل دور 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 سمعني خلنا نكتب بجملة اليوم
تونس بلادنا. انا ضحكني الحكومه كي يقول لك باش تعمل مقاربه صحيه. انت اليوم عاجز باش تداوي جماعه الكونسير، عندنا مركز واحد. المقاربة الصحية يحب لها فلوس يا حكومة. عندك فلوس سمحني. في علاقة بالقانون 52 سيدي. نكمل فقط الجملة. هذه بلاد لو ترفع فيها العقاب على الاستهلاك، الاستهلاك باش يزيد. عندك وين تداويهم؟ ما عندكش. عندك باش تأطرهم؟ ما عندكش. عندك ثقافة؟ ما عندكش. عندك رياضة؟ ما عندكش. يولي واش تعمل؟ أكثر عباد تستهلك وبرشا فلوس تمشي للعصابات. حل هذا البلد أنه الدولة تولي تبيعها وفلوسها تداوي بها الإدمان. اكتفاء الجانب الصحي والجانب القضائي والحقوقي بعد قليل. ياسر العياري يلزم باش نعطي كلمة لزيد الغني خاطر شد راسه وعمل هكا وكل شيء. عملهم الكل. عملهم الكل. أي تفضل سي زيد. شوف أنا نعتبر أنه قضية الوصم الاجتماعي في علاقة بالمخدرات قضية غلط مش صحيح. المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة تعديت لمرحلة القطيعة. حد ما تكون حالات معزولة. الآن نحكيه على قطيعة. زوز عالم، عالم الشباب 122 ألف قضية 92، الأعداد في تزايد. هذا القانون يطبق على المستضعفين بأنواعهم. هذا القانون اللي دخل به اسم أنا باش نسميه توا يعرفوه الشباب أكثر من كثير من السياسيين، إيمينو. إيمينو شاب اللي فيديوهاته في اليوتيوب زيد غني متفاهمين. لكن بحذاك السيد الناي تشقى لك ما تكيفش ما تدخلش حاجه. لا لا دقيقه. لا لا انا مش نجاوب في ياسين. انا جاوب في ياسين. زيد باش تختم على خاطر نعطيه نقاش للشباب. زيد باش تختم شويه زيد. لا وفات الحكايه. لا انا شوف فما حاله مهمه جدا فاهمه خاطر اللي نحكيو فيه راهو فما فيه نوع من التبسيط للظاهره هذه. الناس هذه بالالاف موجوده داخل المجتمع، ظاهره ما قدرتش انك تعزلها فانك تنظمها. تنظيمها يمر بالضرورة عبر ضرب شبكات التهريب اللي موجودين. وهذه لابد من مراجعة عامة. المراجعات العامة بالمناسبة قامت عليها المنظمات الدولية. الأمم المتحدة اشتغلت في الموضوع. هنالك تمثيلية لتونس داخل هذه داخل هذه المؤسسات. للأسف في 2021 ما زلنا نستعمل مقاربات قديمة والقطيعة هذه متواصلة. وهذاك علاش احنا كسياسيين ما نجموش نقدموا القدام إذا كانت تواصلت هذه القطيعة وما نسألوش من بعد علاش الشباب ما يصوتش. الشباب ما يصوتش. زيد غني التاون هول الليلة باش جاوبوا على أسئلة الشباب لو كان تسمحوا باش نرجع الكلمة للشباب. نور اتفضل. 2017 خرجت في قناة نسمة حكيت على مخطط خماسي في برنامج مفصل على الإصلاح على امتداد 5 سنين وقلت اللي أنتم بديتوا فيه إيه اليوم وبعد 4 سنين وينو البرنامج سمح؟ البرنامج نتاع المخطط الخماسي اللي خرجت انا في جويليا اللي هو امتد في ال5 سنوات من 2016 من 2015 حتى 2000 اخر 2019 تقريبا اللي فيه 3 عناصر وهذا هو برنامج راهو معناتها ينبثق من الاستراتيجيه نتاع وزاره العدل. عندك المحور الاولاني يتعلق بتدعيم جوده يعني كنا نعرفوه على شنو قايم البرنامج او نحبوا وين وصلتوا. نورمالمون اليوم فما اكثر من 50% تخدم البرنامج. نحكوا على 2017 واليوم احنا في 2021. احنا 2021 وقيمنا المؤشرات. المؤشرات احنا المعضله التي تشكو منها وحداتنا السجنيه وناس كل اجمعت عليها وانها اول حاجه نسبه الموقوفين اللي هي بطبيعه الحال على حسب العدد الاسر اللي عندنا وعلى حسب المساحه الى غير ذلك وناس كل اللي دخلت السجن تعرف معناتها شنو المعضله والمعاناه. والمعاناه هذه حتى على الاعوان نتاعنا لان العون اللي يتعاملوا مع 50 ولا 60 سجين مش كما يتعاون مع 150 و200 سجين. الحاجه الاخرى وانه كي نحكيوا على مؤسسه سجنيه هو الوصم الاجتماعي مش حتى لك الشباب هذاك بركه بعد ما يخرج نعرفوا وخاصه بالنسبه للمراه لان المجتمع نتاعنا يقولوا حتى الحبس للرجال ما يقولوش حتى الحبس للنساء وتعتبر مضاعفه. احنا نحبوا الشباب نتاعنا. قدمت سامحني للمرأة باش شنو قدمت للمرأة أنت باش تنجم تعاونها بعتلي باش تعاود تتأقلم في المجتمع. نحكوا في كلام فارغ. نحبوا برسم حلول. نحبوا برنامج واضح. برنامج واضح. برنامج بديته في 2017 مهما قدمته الهيئة العامة للسجون والإصلاح مانيش باش نحكي لك أنا وذي بشهادة الجميع. الإشكال وأنه على مستوى الإدماج من بعد يلزمنا نحيو نظره المجتمع اللي قال عليها ناخر الوصم الاجتماعي. الحاجه الثانيه ايه باش نوبش نحى الوصم كيف الاجتماعي. كيف الادماج راهو عمل شبكي تتداخل فيه جميع الاطراف. هذاك احنا علاش حتى غدوه في المشروع القانون المتعلق بنظام السجون لابد ان يكون هناك لجنه وطنيه للادماج تتشارك فيها الكل لانه هو عمل شبكي. يا سامحني ليس تسمع فيه. نور سامحني. نور سامحني انت واضح انه الاجابه لم تقنعك اما انا يلزمني نتعدى السؤال شذا. وكو أنا سمعت كلمة لجنة وطنية للإدماج فنشوف وقتاش لكن سمعت الكلمة هذه. تفضل. سؤالي موجه إلى الحكومة مرة أخرى.
بعد 30 عام تقريبا من تطبيق هذا القانون. فشل القانون 52 اللي أثبت فشله من خلال نسب المدانين بموجب القانون 52 داخل الحبس عام بعد عام. إذن القانون هذا لكان إصلاحي ولا ردعي؟ شنو أنتم كمنظمة شنو حذرتوا؟ شنو حذرتوا كم عفوا أنتم كمنظومة شنو حذرتوا لتدارك هذا الفشل؟ وشكرا. هو نتشاركوا في التشخيص، هو أنه قانون 52 ما عادش نجم يعالج الظاهرة متاع المخدرات. هو أنه 13 فيفري 2021 سيد رئيس الحكومة توجه للمجتمع المدني في لقاء منظمة محامون بلا حدود وقال يلزمنا نبدله. إذن فما توجه حكومي في تغيير القانون 52، وبالتالي فما فريق عمل قاعد يخدم في وزارة العدل على أعلى مستوى مع مستشاري رئاسة الحكومة على تقديم مبادرة حكومية في إطار تنقيح القانون 52 في إطار منظومة قانونية متكاملة تعالج هذه الظاهرة، ولكن باش تخدمها الحكومة في إطار الإنصات للمبادرات اللي قاعدة تصير الكل، وفي تفاعل مع كافة الأطراف على أساس أنها تكون لا مبادرة حكومية فقط بل مبادرة وطنية تشارك فيها الناس الكل. شكرا. شكرا لك. يعطيك صحة. هذا تعهد المبادرة باش نرجعوا لها بعد شوية. مهمة جدا. قالك سيئة مبادرة باش نسألوه وقتاش تهنى شذي أنت شذي اتهن أنا نهنيك نسألوه وقتاش وكيفاش وبأين عليات، خاطر إلى حد الآن أعطانا نفس الإجابة على امتداد تقريبا الساعة الأولى. سي مكرم لكنها إيجابية. لكنها إيجابية. إي لكنها زادت تعوم الحوتة شوية سي مكرم. أبش نرجعوا شوية آخر. إي أبش نرجعوا لك عايش خويا وائل صحيت استنيني شوية. نمشيوا للجانب الصحي. الجانب الصحي مهم جدا زاد كذلك في موضوعنا الفصل 52 من جانبه الصحي. رجعي. في الجانب الصحي روبورتاج القانون 52 ما عندوش كان تداعيات اجتماعية فقط وإنما زاد كذلك تداعيات صحية خطيرة، وهوني نحكي على التحول خوفا من العقاب من استهلاك القنب الهندي إلى استهلاك مواد أخطر ساعات، فمشكون يبعد على الزطلة ترسيله يمشي للأرتال ويمشي لمواد أخرى. شوفوا معايا روبورتاج ورجعي. تعلمت ريت برشا شيء في الحبس واحد ما كانش يتصور. المخدرات اللي يحكيوا عليها اللي ريتها في الحبس أكثر من السيدي. بشوية بشوية تعلمت خويا سوبيتكس، وليت نستهلك في السوبيتكس. أول مرة جربتها في الحبس، مرة ثانية كيف كيف نلقى روحي روحت تبدلت الدنيا. أول حاجة مشيت لأرجع مشيت نستعمل في السم هذا اللي هو سوبيتكس. قلت أنا مش نرجع نتكيف زتلة شي عاود نتشد تحليل ناخذ 5 سنين خاطر مكرر يعطيوك 5 سنين. وليت هاي قلت شني ناقا سوبيتكس هذي جربت سوبيتكس هكاو يعني هربت مزاتنا تحت سوبيتكس. هي قعدت 9 سنين وانا نستعمل يومنا هذا الزاتلة هي اللي وصلتني باش نولي نزر خاطر قلت هربت من الحبس. الحبس يا اخي وحلت انا في الزريقة مرذب ليباتيت وواحد. أنا قلت الزطلة هذية اللي شدوك عليها متكيف يعدوك تحليل وتضرب عام حبس ويزيدوا يضربوك مليون ونص لهمومة ما عادش نتكيفها. عندي واحد صاحبي جاب لي المرة الأولى أنا تغريت فيها مش في بالي غبرة. قال لي عندي شوية غبرة استعملوها مع بعض. هو رحاها ومبسطنها كيف الغبرة بالضبط. ثالث يوم جيت وليت أنا مفركس عليها. يبدأ عندي فلوس وبنتي تبدأ جيعانة في الدار باش تموت بالشر وأنا عندي حق ضربة السوبيا نشري السوبيا وما نعطيش وما نشريش لبنتي الحليب. يا أخي أنا ما عنديش كبدة ما نحسش الكبدة يا خلود يخلي بناته ويخلي عائلته باش يشري السوبيا كما قال. التقرير هذا الحقيقه ما نعرفش شنو نقول. هربنا من القطره جينا تحت الميزاب هذا مش ميزاب هذا خطر
خطر داهم وكبير جدا، وحديث على تواطؤ ما بين أطراف عديدة. حاضرة معنا الدكتورة أميرة خليفة، طبيبة نفسية وعضوة بجمعية تونسية لطب الإدمان. دكتورة الكلمة ليك. علاش نجمو نقولوا بعد هذيا؟ معناها اليوم راهو إذا كنا نخافوا باش نبدلوا القانون إلى الظاهرة تتفاقم، اليوم نحب جوست نقول رانا احنا في أوفون دو ترو، معناتها اليوم ما نجمش تتفاقم أكثر من هك. معناها اليوم كيفاش نحسبوا احنا الإدمان ولا كيفاش نقيموه؟ نقيموه أون فيت بسكون أبل دي زانديكاتور دو سونتي، يعني الإشارات الصحية. اليوم في أقل من 10 سنين فيروس السيدا عند اللي يستعملوا زريرق أدوبلي من 3% ل 6%. شغل هما الرقم نتاعهم زيد، يعني هما في الرقم حاجه معناتها ساعه اكسبلوزي. السيدا اليوم مرض اللي في العالم اجمع اللي ستابل ليميت اللي اون تران دو ديغريسي، واحنا قاعد يدوب. اليوم فما 30% من العباد اللي تزارق، يعني بريسك واحد على ثلاثه عنده الهباتيت سي. لو ما حكيتش على كيفاش تخلي الزريقه ومن بعد يستعملها من غير ما يستعملها حتى حد اخر، يدخل فيها جوست جرثومه عاديه تعدي الى بتر اليد، قلبه ما عادش يخدم. راهو هذايا وما حكيناش على حوادث الطرقات جراء الكحول والمواد المخدره، ما حكيناش على لي كونسير دو بومون معناتها السرطان اللي من الدخان، ما حكيناش على معناتها الفلوس اللي نجيو نقولوا نحن معناتها علاش ما عندناش فلوس باش نعالجوا. يبان فاحنا قاعدين الفلوس قاعدين معناتها قاعدين دواء السيدا يكوت انورمون شير، دواء ليباتيت سي مليار مليارات صرفته الدوله. ومن عندنا كل كوره قاعده ألف وي من خارج في الماء من البلايص الكل، كل مره نمشيو نجريو نطفيو شويه النار، وحتى حد مخمم انه فيت يلقى حل للمشكله الاصليه، انه يعالج المشكله الاصليه. المشكله الاصليه شنو هو؟ جوستومون الادمان، الادمان على حد تقديرك هي المشكله الاصليه؟ الادمان واستعمال المواد المخدره هي المشكله. استعمال الخطير للمواد المخدره، نقولوا استعمال خطير المواد المخدرة راه مش معناتها فما الإدمان هو كالسلم، فما فيه الإدمان وفيه الاستعمال في دي سيتواسيون دونجوروز، مثلا كيما واحد يشرب ويسوق هذا استعمال. شنو تقترحوا دكتور؟ نقترحوا مقاربة كيما مقاربة أي. تقوم على العلاج وعلى الوقاية. الوقاية معناتها سولون لي ريكومونداسيون دو لا سيونس، معناتها سولون شنو هو الحاجات كي اون بروفي لوغ افيكاسيتي، يعني وراو اللي هما ينفعوا. يعني كي تمشي تحكم على انسان ولا تلوم مناس، معناتها هو احنا علاش نحكموا بالسجن؟ علاش السجن؟ باش العباد تخاف ما تعملش الحكاية باش ما تخش. يلا خلينا نسمعوا الشباب شنو اسئلتهم في الجانب الصحي. تفضل. سؤالي موجه للهيئة العامة. يلا رافض تفضل. سؤالي موجه للهيئة العامة للسجون والسلاح. اليوم عدد كبير من المرابيد في الحبس من ضحايا القانون 52، كما شفنا في الفيديو كما قالت الدكتورة، العبيد تستعمل زريرق في الحبس، نفس الزريقة بين برشا عبيد، زيدهم الاكتظاظ وتخليط المساجين، تحطهم على بعضهم. حاجة تؤدي الأمراض كما السيدا وليباتيت سي وللإدمان في حد ذاته كمرض مزمن. شنو موقفكم من نقص الرعاية الصحية داخل السجون، وإلى أي مدى قادرين توفروا العلاج في السجن؟ بالنسبة للتصنيف صحيح، وأنه تقول لي بحكم الاكتظاظ، وأنه رغم اللي القانون المتعلق بنظام السجون يحدد المقاييس والشروط نتاع التصنيف حسب الحالة الجزائية مبتدأ أو عائد. احنا بطبيعة الحال يحاول كل مدير سجن حسب الفضاءات والمرافق اللي عنده باش يحاول يصنف، على الأقل يعمل دي بريوريتي حتى يعرفوهم اللي داخل الحبس، حتى على مستوى الأسرة تكون على الأقل الأقدمية في الإيداع. لكن بالنسبة للعلاج صحيح، وانه الهيئه العامه للسجون والسلاح ودين قرها، والصحه تقريبا حتى البرة تعيش في تعثر، فما بالك بالنسبه داخل السجن، رغم اللي هناك مجهودات كبيره نقوم حتى عمليه التعاقد حتى مع المجتمع المدني. وين مجهوداتكم؟ هذاك سؤالي. كيفاش؟ وين مجهوداتكم؟ باش نشوفوك اقف عايش بابا. قال لك وين مجهوداتكم؟ وين مجهوداتكم؟ المجهودات اللي عندنا احنا توا بالنسبه للصحه تشوف انتم شفتوا حتى توا في تقريبا من عام ناول سنه، بالرغم اللي فما اجراءات وقائيه نتاع الكوفيد 19، وانه الحمد لله الوضع الصحي العام مستقر. لا مش حاجه كارثيه. لا قاعده تزرق في الحبس وقاعده تمرض بالسيدا. لا الزريرق في الحبس ما لا موجوده وتتكيف في الحبس وكل شيء موجود. اسمعني نحب نقول لك انا ريتم بالنسبه للاستهلاك نتاع المخدرات، نعطيك التوجه. احنا رانا مقتنعين مع الشباب اللي تشوفوا فيهم التوا،
تكلفة داخل السجن. أنا عندي السجين يتكلف أكثر من 40 دينار في اليوم. هذه نحكي لك التكلفة الجملية بالأجور وبالبنية التحتية وبالصيانة وبالنقل وبالجانب اللوجستي. احنا هذه كان 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 تنقص الاكتظاظ والموارد هذه تمشي أكثر في الورشات وفي الإصلاح وفي الوحدات بطبيعة الحال. لكن على مستوى الصحة نعاود نرجع ونقول لك راهو المشكل متاع الصحة السجنية هو مشكل متاع هناك عديد من الأطباء يقع وضع حد للإلحاق متاعه يمشي تعدل تعدل صديق يتعدل صديق وقال قال هيثم تفضل عسلامة تفضل مرحبا. سؤالي موجه للجمعية التونسية للطب والإدمان. عسلامة دكتورة. أنتم موقفكم مع عدم رفع التجريم ولكن مع العلاج. لهنا فما تناقض على خاطر توا التجريم يعني الحبس والحبس يزيد يمرض. كيفاش تقترحوا المرض والعلاج فرد موقف مع العلم أنه المستهلك ليس بالضرورة مدمن؟ أولا احنا في الموقف متاعنا تنجم تقراه مكتوب معناتها واضح دونك لا يختلف فيه اثنين اللي هو مع ليس مع احنا نحبوا ضد المقاربة السجنية. اون لا دي تري كليرمون معناتها ضد المقاربة السجنية نعاودها ونقولها معناتها اون عمرنا ما كنا مانيش مع التجريم ولا با دو تو الوغ لا معناتها المقاربة السجنية فشلت اون لا دي كليرمون فشلت في اي معناتها في فشلت مع ظاهرة الادمان فشلا ذريعا. حتى الانسان هو شنو الادمان معناتها هو سي لا رونكونتر دون بيرسون هو انسان ما يلتقي مع ماده يلتقي مع وقت يعني هو نجم يكون يستعمل يشرب مره في الشهر يستعمل مره بعد قداش كي يدخل للسجن باش يخرج مدمن. دكتوره نعم. معناها تحب توضح لي موقفكم مش مع عدم رفع التجريم مع رفع التجريم مع رفع التجريم ضد العقوبة السجنية ضد العقوبة السجنية كها سي بو شكرا هايب كنت تمشي للباج نتاعنا انا في تو تام بليدوي سور سا. سؤالي المدام أميرة الأخصائية في الإدمان حبيت نعرف منك دكتورة على الفوائد الطبية والعلاجية للقنب مش الزطلة القنب كيما الكنابيس فلوس اللي عنده أثر إيجابي جدا في حالة رمزي حمزة. رمزي حمزة عنده متلازمة تورت وهو مرض نادر يضرب الجهاز العصبي. رمزي عانى برشا قدم مطلب من فيفري 2019 وما تلقى حتى إجابة لين وصل قدم مطلب لجوء إلى دولة أجنبية. علاش؟ على خاطر ما تمتعش بحقه في الصحة. دونك سؤالي نعود لك حبيت نعرف منك الفوائد الطبية والعلاجية للقنب. لي سمحني جست حبيت نفهم شو عنده مرض شنو اللي سندروم جيل دو لا توريت تعرف مني شنو الفوائد نتاع القنب معناتها لي بيان في ثيرابيوتيك استاذه اللي العالم قاعد يخدم عليهم. الكنابيس اليوم فما دي زيتود كي اون مونتري اللي هو عنده فوائد في كيما نقولوا نقص شويه من الوجيعة ينقص شويه من الحمل من الحمل نتاع الامراض الثقيله جدا كوردو على كي نقولوا نحن معناتها ينقص من الوجيعه فما ديزيشيل نحسبوهم معناتها نقص ولا ما نقصش. دونك هو غيالمون يحس الانسان سوبجيكتيفمون روحه خير كي يبدا عنده امراض ثقيله جدا كيما سكليروز اون بلاك مالادي دو جيل دو لا توريت صلى ربي يشفيه السيد هذايا سي شو اسمه مازال ما معناتها اللي حبيت نعرف هو كونه القنب عنده فوائد صحيه طبيه وعلاجيه. إذا الدكتورة اللي نوضح شوية نوضح جست حاجة أخرى خلينا نتكلم شوية جست راهو 90% من المواد المخدرة هي مواد عندها فوائد علاجية معناتها كي نقولوا احنا الكيتامين هي مادة يعملوا بها التخدير معناتها الفانتانيل هو من أخطر المواد المخدرة هي مواد علاجية تيمستا لارتان هو هي كلها مواد طبعا طريقة الاستعمال هي اللي يعني كي نقولوا حاجة عندها فوائد علاجية هذا لا يعني اللي هي حاجة ماهيش ليست مادة مخدرة. لكن يظهر لي اللي واضح السؤال هنا من عند الشاب انه هو يحكي على الجانب الصحي للقنب الهندي واللي حتى ما قرا له حسابه على المستوى الوطني والا على الاقل ما حاول انه يفهم استعمالاته الصحيه. نعرفوا انه بعض الدول والا بعض الولايات في الولايات المتحده اتجهت الى الاستعمال الصحي للقنب الهندي ولهنا يظل لي هذا اللي يقصد فيه يقصد فيه هيثم خاطر هو قدم مطلب
من فيفري 2019 للزراعة والاستهلاك الشخصي على المرض متاعه، وهذا يستعملوا في ألمانيا وفي فرنسا. واضح مصطفى، واضح مصطفى، شكرا لك. على أساس أنه شاف ناس استفادت من القنب في علاقة اي دكتوره. شكرا لك. عندنا احنا بلاد عندنا مؤسسات، عندنا ديبارتمون بور الميديكامون، عندنا معناتها الدواء تصنع فيه لابوراتوار اسمه باير، معناتها كي يصنع في الدواء هذا، دونك نجم يقدم هو مطلب في اوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي. اليوم نعرفوا في الكوفيد اللي فما معناتها فما طرق علميه، فما عباد ومؤسسات دي فارماسيان اللي هما ينجموا ينظروا في الحاله في الحاجات هذو. بالنسبه عندها علاقه بقانون 52. نمشي لمدام صابرين، مدام صابرين من اتيلا ميستيسيدا، واحنا نحكيو على الجانب الصحي. اليوم كنا نحكيه في طب الإدمان، لكن قاعدين نحكيه على التداعيات كبيرة في سلسلة يجب كسرها: سجن، مخدرات، سيدا، وأمراض مزمنة. لاتيل، إيش تقول في الموضوع هذا؟ أنا باش نعاود نحكي اللي حكيته الدكتورة أميرة، أما باش نبسطه أكثر شوية. اليوم استعمال المخدرات عن طريق الحقن تؤدي لبرشة أمراض، منها الإدمان، سيدا، ليباتيت سي، وكما نعرفوا العباد الكل ليباتيت سي البصفير في الكبده هو مرض ينجر عليه سرطان في الكبد، وهذايا عنده تاثير على ميزانيه وزاره الصحه، وبالتالي تاثير على ميزانيه الدوله، خاطر لازمنا نعرفوا لهنا راهي الدويات هذه تتعطى بليش، تاع السيدا تاع ليباتيت، دونك تتحملها الدوله. اليوم عندنا اكثر من 9000 مستهلك مخدرات عن طريق الحقن، منهم 10% عندهم متعايشين بفيروس متسبب في السيدا، و64% منهم عندهم ليباتيت سي. اليوم علاج الإدمان ممكن، وتنجم تصلح لي أنت دكتورة أميرة، وقت اللي المنظمة العالمية للصحة تصنف مادة الميدادون هي مادة يستعمل أساسية في الرعاية للرعاية بالمستهلك مخدرات عن طريق الحقن، ولكن القانون تاعنا يصنفها في الجدول بي، الجدول المخدرات. دونك نحب نفهم شنو هو المشكل، علاش التوا دخلت الميدادون لتونس في غياب استراتيجية وبرنامج وسياسة تعنى بالمخدرات. اليوم ما عندنا حتى سنتر نتاع علاج في تونس، اليوم ما عندنا حتى حل للفئه هذه خاصه من المستهلكين، واحنا نعرفوا اللي هي مضروره على الاخر من قانون 52 على خاطر تهرب من تحليل الزطله، دونك تمشي المخدرات اخرى اخطر برشا واللي يهزوها تهزهم البرشا امراض. دونك سؤالي خاصه على علاج الادمان. شكرا صابرين، تفضل. والله انا عندي نفس السؤال، لماذا ما يعطيوناش الادويه نتاع علاج الادمان؟ الله كنا نشريو في ادويه اللي هي 10000 مره اغلى، واللي حتى العباد اللي تعاون فينا كيما الفون مونديال على الادويه هذوما يقولون اجا ناخذ دواء نتاع الادمان، اما هو مش قانون 52. وانتم كي سالتوا شنو قالوا لكم دكتور؟ هنا نعملوا في سيركولير وهاو نستناوش كم شي صحح في الورقه وكذا، على خاطر الانسان يبدا يولي مدمن، يفقد انه هو حقوقه، حقه انه هو يبدا انسان، حقوق الانسان نتاعو ما عادش هو خليه يسوفخ، ما يصيرش كان هو كي يجي كي في معناتها باش ينحي الماده المخدره يسوفخ. معناتها سي اون دولور اتخوس، سي اوسي اتخوس كو لي مالادي هذوما اللي يحكيو عليهم على السيد هذايا، معناتها مي هو ما يصيرش، خليه هو كي هو كونت يسوف وقت اللي هو يبدا في تالم معناتها عظيم، هذاك حتى حد ما يحب يصح في ورقه باش يعطيك الادويه. دونك خلود، فهمنا اليوم اللي عندنا مشكل اصل في القانون بيدو، فهمنا اللي عندنا مشكل اجتماعي، عندنا مشكل صحي، عندنا مشكل في الجداول اللي موجوده داخل القانون 52، وحتى بعض الدويات اللي احنا غير قادرين انه نتعاملوا معها. خلي نذكر فقط انه مشاهدينا ومستمعينا نحب نذكرهم انه احنا لا نشجع ابدا على استهلاك المواد المخدره، وانا ما نحكي هوني على القانون 52 واللي باجماع الحقوقيين ومختلف المدخلين اثبت انه المقاربه الزجريه في التعامل مع مستهلك المخدرات اصبحت اليوم لا تحقق الجدوى. ونمشيو للي بعد. كان المفروض ليس باش نعطيو للشباب مرة أخرى الكلمة، سامحوني على خاطر تجاوزنا الوقت نتاع نقاش في الجزء هذية، دونك باش نمشي مباشرة نهزكم إلى الجانب الحقوقي والقانوني. شكرا لكم، انتم تتابعوا في حلقة خاصة زعما تاون هول، نحكي على قانون 52 مع الشباب، مع المجتمع المدني وصناع القرار والخبراء. الحديث على قانون 52 طبعا نرجع بقوة المدة اللي فاتت وقت اللي صار الحكم على 30 شاب في الكيف، 30 سنة الحادثة ولات اسمها قضية 30 عام، نعرفوا أنه في الأثناء وقع استئناف الحكم نهار 3 اللي فات، الاستئناف عفوا، حكم بإطلاق سراح زوز من الشباب المحكوم ومين وبعام للشاب الثالث. علاش 30 عام حبس
بعد بجمعتين ينجموا يوليوا عامين. تساؤل كبير برشا. هذا السؤال اللي طرحناها الأستاذة ملكة بودربالة عن هيئة الدفاع عن الشباب الكاف. حكم تاع محكمة البداية كان قانوني بنسبة 90%. قانون تاع 52/1990 يقيد القاضي. قتلك القانون هذا يقول للقاضي إذا كان واحد تكيف في مسجد، في ملعب، في موانئ بحرية أو موانئ جوية أو ميزون دو كولتور أو جاردان بيبليك تشدد العقوبة. شنو هي العقوبة اللي تشدد؟ عقوبة المسك من عام تولي 5 سنين، عقوبة الاستهلاك من عام تولي 5 سنين، دونك هذوما 10 سنين، وعقوبة أخرى اللي هي تخصيص وتهيئة مكان لاستغلال وتعاطي أو ترويج المخدرات اللي هي متاع الفصل 7 من 10 إلى 20 سنين، دونك 25، دونك 20 5 5، هذوما 30. هذايا قرار متاع محكمة حكم جنائي الابتدائي، هذايا هو فهمت. الحكم هذايا عطات فيه 30 سنة باعتبار أنهم دخنوا في ملعب رياضي أو في فضاء الحارس، يعني اللي يسكن فيه الحارس ولا الفضاء الوظيفي. الفضاء هذاك المحكمة اعتبرته أنه تابع الملعب، حبيته ولا كرهت تابع الملعب. وشنو هي الحاجة من بعد اللي أثرت ضجة كبيرة على غرار الحكم اللي هو 30 سنة أثرت ضجة؟ ثم وثيقة للمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالكيف إلى القاضي مقرب دائرة جنائية لدى محكمة الاستئناف بالكيف، قالت إلي الملعب البلدي نور الدين بن جليلة بالكيف غير متحصل على شهادة صلاحية أو تأهيل ملعب الملعب ذاك اللي هما ضبطوا فيه. دونك بالورقة هذه عاونتنا ياسر باش أن نحيو ركن التجديد ونحيو الفصل 11 واللي هي جت بطلب ملح زيادة من هيئة الدفاع، وكنا مانيش باش نرافعوا احنا راهو حتى للحصول على الوثيقة هذه. إذا في إطار القانون 52 وفي إطار حتى تنقيح حتى 2017 لقينا رواحنا قدام حكم ب 30 سنة تصدموا التوانسة، ومن بعده قد يجي حكم ب 17 سنة وما فهموا حتى شيء. قالوا يا أخي مش في 2017 أعطينا الإمكانية للقضاة وللقاضي أنه يحكم بوجدانه وبظروف التخفيض. سيد القاضي المحترم علاش نلقاو رواحنا عمر الوسلاتي أمام وضعيات اللي من نوع هذا؟ شكرا با، أنا قعدت نتبع في النقاشات بجد، قعدت تتبع وقعدت تتبع بجديه وبركه الله فيك. الحقيقه تطبيق القانون ولا 52 والقاضي كي يلقى روحه باش يطبق قانون، ثم عندنا مقاربه مختلفه. يعني اغلب القضاة يقدموا في مقاربه مختلفه واللي هي مقاربه ما تطبقش مع التطور حتى الاجيال، معناها ولات فما فوارق بين الجيل، بين نظره الجيل الجديد ولا جيل الحقوق والحريات ما تنطبقش مع المنظومه القضائيه، لان منظومه قضائيه قديمه، منظومه قضائيه تطبق في منظومه جزائيه معناها بصفه معناها بطريقه عمياء، بطريقه معناها ميكانيكيه كوم دي ماشين معناها. وهذا للاسف هذا ادى بنا الى احكام احيانا ما تراعيش الظروف نتاع المتهم وحتى ظروف الواقع. انت كتشوف حتى الملعب، انت واحد حتى يطرح سؤال يقول الملعب التحكم عليه ب 20 سنه ولا خلينا نشوف. وهذا فما ملعب بالحق، وعلاش المشرع في الوقت هذاك في 92 جرم على الاقل، خلينا نقرب شويه انا من الواقع، يعني كي جرم المشرع انك تتكيف في ملعب رياضي ثم رياضيين وثم الناس تلعب في الكوره وثم شباب، هذا ما فما حد شيء، يعني تيران فارغ، تيران حتى تقول الوزارة مش مؤهل حتى للعب. فبالتالي المقاربة، لأنه اليوم لازم القضاة يعاو اللي ثم مهمة كبيرة ياسر أعطاهم الدستور 2014، وذي الفكرة اللي هي يلزمها تترسخ، أنه أعطاك باش تحمي الحقوق والحريات تاع الناس هذن. مش معقول اليوم واحد كي تحكم عليه ب 30 سنة وتحكم عليه ب 20 سنة وهو ماهوش مجرم. يعني احنا اليوم هو هذا السيد اللي استهلك مش مجرم في النهاية، شنو أجرم هو أنا نسميه مخطئ، أنه هو زل، أنه هو لو يعتبر المجتمع مخطئ لانه هو خيار شخصي. سيد القاضي الاستهلاك هو جستمون، سامحني قص على كلامك بالعسل، هو موجود معانا ها هو لهنا جاي معانا فيصل، مرحبا بيك. يلا خلينا نسمعوا فيصل. تفضل فيصل، تحب نسمعوا في قضية الكيف؟ جينا من الكيف. اي انا جست برك نحب نقول تفضل. الاستهلاك انا راه ما نشجعش عليه كما قلت الكل، اما الاستهلاك راهو خيار شخصي. يعني الشخص هذا عمل قرر انه يعمل خيار شخصي كما اللي يحب، معناش انا اللي يحب يسافر واللي يحب يخدم ميتيه ولا كذا، ولا يشرب الخمر ولا غيره، هذا خيار شخصي لازم ما نتعاملوش معاه. لانه دوكا رجع لك هذا سيد القاضي، رجع لك تفضل. اي فيصل شهيد، نحي البافيت فيصل باش نسمعوك، باش تحكي لنا على التجربه نتاع السجن
وكيفاش عشتها وكيفاش الحكم الاول. انت حارس الملعب، هات الميكرو فيصل. هو الحارس تفضل. كنا اولها التحكمت ب 30 قعدت يمكن اكثر من شهر واحد ما يمشيش. 30 تحكمت بها. اكثر واحد في الحبس. اكثر واحد تحكم في تونس نحن. خرج من الحبس نلقى امه مجلوطه. بابا بارك. مسالف 6 ملايين. بطلت الخدمه. تحطيم مش حبس. معناها حط واحد تحط. ما عندوش مش يعمل تو كان قاعد نخزر ونواقف هكا هو. يوم ما عادش تمشي عوج. مش هذا قانون؟ مش قانون راهو هذا خلاص. مش ما عندي ما نقوله. ايه فيصل، المهم هو اني نفهموا ساعة كيفاش صارت الاحداث. معناها كيف تكرفتوا مع بعضكم. شديتوا مع بعضكم. شدينا هي شدينا قداش من واحد؟ انتوما ثلاثة تشديتوا. ستة من الناس. ستة شدينا ستة. وقت اللي شدوكم فسروا لكم علاش تشديتوا ولا ما فسروا لكمش؟ فسر نحن كي تشدينا موقفين. اي. ما فهمش حتى اخبار من بعد الحديث تعالي الجو قالوا راه شدينا شقف. في بالش بيه شقف خلاص. باهي. في بالش بيه شقف. من بعد الحديث تعالي قالوا راه شدينا شقف. شقف وشنو تشد قالوا راه شقف تاع زط. باهي. وبرا اللي صوتوه ليلتها الكلات راح. هذاك روح قعدنا خمس خاطر ما ينجمش يعدوه مش يعدوه روح كل يوم هذاك تسايب ونحن تعدينا نحن عديتوا حلوا لكم قبل ما تعديوا صارت عمليه التحليل مازلنا نحن كي تحللت تعدي الحبس صح مشيت بحث في النهار الثالث مشيت ابحث ومن بعد هبت الحبس نحن طول من اللي بحثنا هبطونا للحبس كي هبت للحبس تلقى روحك تبحث على تيتر عام تعرف ايش فيه ناقص كان الزرع مازال مش تحت ما تعديناش بالزرع برك فيه 100 سنه حبس. دونك تعدي لكم المسك والاستهلاك واستعمال وتهيئه الفضاء وهذاك الكل. من الاول تيتر عام تعدى لنا تيتر عام ومن بعد تعدى لنا التخصيص والحكايه هذيك. تيتر عام اللي هبطنا به من الاول تاع 100 سنه حبس. نحوا لنا ذاك عادوا لنا الاخر فيه 30. امر الوسلاتي باش نحلوا الباب النقاش شويه اخر. شكرا لك فيصل اقعد بحذانا فيصل. السؤال هو 2017 التنقيح تغيرت حاجه بعد 2017؟ شوف احنا واكبت انا التنقيحات انا وغازي حكيت انه لانه احنا وقتها طلبنا انه ندخلوا الفصل 53 لان لقينا انه مش يعملوا قانون هو يظهر لي معناها اشوم من القانون 52 يعني وقتها في 2017 كان ثم مقترح ولجان واللي باش يدوه يستهلك يتعدى للجنه جهويه ولجنه وطنيه قلنا لا اغيتي سا يلزمنا نخموا انه الناس هذن يلزمنا قانون يكون يراعي وضعيه هالشباب هذا اللي هو اختار الطريق نجم انت تعتبره طريق خطا او طريق صعب ولكن في النهايه هالطريق هذا هو اللي اختاره خيار شخصي مشينا وقتها 53 اسهل للقضاة باش نجموا نخفوا على المستهلكين لكن ما تعرفش الخطوره انه وقتها شدوا صحيح انه حطوا 53 لانه كان يرجع في بحر الخمس سنوات يلقى روحه المستهلك محكوم خمس سنين يعني هو معناها استهلك وخذا تخفيف مثلا في الواحد كي يرجع يلقى روحه 50 لكن ما عطاش النتيجه المرجوه، علاش النتيجه المرجوه؟ لانه القضاة هم بيدهم جزء من المجتمع اللي هما عندهم نظره اخرى نظره محافظه للمستهلكين، هالنظره المحافظه هي تصبغ احكامهم، يعني هو القاضي في نهايه الامر يصبغ الحكم بمنطق الشعب. بمنطق الرؤية العامة أو ما يقول لك أنا أنتصب لحماية السلوك سيد القاضي المحترم اليوم ما بين القانون 52 فيرسيون 92 فيرسيون 2017 تبدلت حاجة هل أصبح للقاضي أكثر مرونة في التعامل مع التهمة؟ أنا ظن ثم المرونة موجودة لكن ما زالت المقاربة القضائية ما زالت بعيدة ياسر على حماية حقوق وحريات هالوليدات هذن يعني ما زالت المقاربة بعيدة جدا وعلاش هذا لأنه هما يعتقدوا أحيانا أن القاضي نصب روحه هو عنده تصويرة للمجتمع اللي هي في راسه يلزم هي تطبق على الناس من خلال سلطة التقديرية في الموضوع. شكرا لك عمر الوسليتي. باش نمشي لامين بن غازي عن محامون بلا حدود. لامين بن غازي عندكم تقرير للمنظمة لو كنت نجم تقدمه لنا جست ما حول قانون 52 تفضل لامين. شكرا لكم. باش نحاول نجاوب على سؤال الياسر زاد. فما روايه تقول اللي قانون 2017 غير الامور وانه اليوم
نادرا وين الناس تتعدى الحبس على خاطر سيجار وزبده. لكن هذه ما هي الا جزء صغير من صوره اللي هي اعمق واعقد من هكا بكثير. اولا تحليل هذا ناقص معطى مهم واللي هو في السجون اليوم في تونس كما تفضل سي سفيان معبيه ب 60% من موقوفين، يعني اشخاص مازال ما تحكمش عليهم. يعني للاسف في المنظومه نتاعنا الشخص مدان حتى لين تثبت براءته وليس العكس. بالنسبه للقانون 52 وكي نرجعوا لارقام هيئه السجون والاسلاح نلقاو اللي في 2019 20% من الموقوفين اي 2729 من 11900 توقفوا في قضايا مخدرات. والرقم هذا قاعد يمشي ويزيد من سنه الى اخرى. يقول قائل انه اكيد في الارقام هذوما فما برشا مروجين. ولكن اليوم في تونس شنو يفرق ما بين مروج ومستهلك؟ هل القانون ماهوش واضح في الشيء هذا؟ هل انه الكميه اللي فوقه، هل انه الهيئه نتاعو، هل انه خاطر عنده برشا فلوس، قداش فلوس؟ ما نعرفوش، حد ما ينجم يجاوب على السؤال هذايا، وهذا يخلي للاسف اليوم فما امكانيه كبيره انه يتم تلفيق تهم ترويج على مستهلكين. اصدرنا تقرير مع مجموعه من شركائنا الموجودين معنا اليوم ونحييهم حول القانون 52، طرقنا الموضوع هذايا وحاولنا زادة بنفس المناسبة نتعرفوا على السجين 52 شكون هم الأشخاص اللي تم إيقافهم على خلفية قضية استهلاك. نحكي على اللي توقفوا ما نحكيش على المستهلك بصفة عامة. دوك السجين 52 اكتشفنا أنه هو راجل في 99% من الحالات عمره 26 سنة 90% من الحالات يا أما بطال ولا عامل يومي، يتوقف ويتفتش على الطريق العام بصفة تعسفية أحيانا ربما استنادا على مظهره الخارجي، يتم الاحتفاظ به في عدة الحالات من بعد الأجل القانونية 96 ساعة ساعات نوصله. علاش؟ على خاطر قاعدين نستناو في نتائج تحليل متاعو. تحليل يصير في عدة الحالات في أوضاع مهينة في ظروف مهينة ترتقي أحيانا إلى التعذيب. معناها مرة أخرى نقلب القاعدة متاع قرينة البراءة، واللي يرفض ولا ما ينجمش على خاطر ستريس ولا على خاطر خايف كما صار جمع هذايا في نابل يعتبر مدان. ثم يتعدى إلى الإيقاف التحفظي في 96% من الحالات ويقعد 6 أشهر ولا عام يستنى في القضية متاعه وغادي وين يقبل المحامي متاعه. هنا نحكيه على أشخاص ما تمثلش خطر على المجتمع وما هيش مجرمة. يعني في تونس اليوم 10 سنين بعد الثورة عندنا قانون حتى عنده 30 سنة سمعنا قبيلة لتبييض صورة ديكتاتور في الخارج بعد قضية دولية ما تحطش لحماية صحة المواطنين، مازال يحتم في حياة عشرة الآلاف من الشباب وعائلاتهم. نخدم دقيقة برك الياس، خاصة الأكثر هشاشة منهم معبي الحبوسات والسجون وقت اللي ماهوش مصدر تمعش الفساد والرشوة، يتكلف للدولة برشا فلوس ويزيد يعمق في الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. باش نمشي الفتيار يزيد يعطي يمكن تأكيد على كلامك، كل الروبورتاج اللي تفرج فيه باش يوري كيفاش فما زاد صنع لشبكات فساد بين بوليس وبين غيره من متدخلين في علاقة بالقانون 52. تفضل. كنت نقرا انسان مروح على روحي موتور حاسينه نتاع اكستين تاع حاكم تهكا على الشباك وقفنا عرفت قول دراش هيز انت معناتها بالرسم سكر عليك الكياس دراش شنيا هزينا يدينا الناس الكل ديريكت وحاسينه بديت عمليه تفتيش يديك الفوق دراش شنو دراش شنو لقاك طرف هكا زميلك المنوت دراش شنو قال لي انت منين قلت له انا من حمل الفلانيه قالت لي تعرف فلان قلت له اي راهو صاحبي وهذا صاحبنا بوليس يكمي وجاوبوا بي قال لي تعرف فلان نعرف فلان درا شنو كلمه قال لي نضمن فيك عند البوليس تروح وغدوه تهزوا 200,000 معناها وبالحق من غدوه شي يعمل بحضنا قهوه البوليس ما عادش يديروا مرازنين الاولاد وينصح فينا ودرا شنو بعد هز ال 200,000 ومشي. جيتي افيك اون امي كي وقفونا بداو يحكيو معانا وكل شيء ومن بعد فركسونا حللها تليفونها لقى طرف ظلها قالها مانيش باش نعديها لكم راهو ركبوها في الكهرباء قال لي كهو صاحبتك معناتها باش تمشي وكل شيء عملوا هكا داروا ورجعوا جاوني قالوا لي اسمع ما هزنيهاش راهو من فضلك جوست هزوا لها 250 دينار هذايا من بعد كيف حكينا. مرة جيت اون تران دو غولي ان جوان في كهرباء هزيت راسي نلقاهم قدامي جاو هبطوا لي من الكهرباء قعد يلاوج 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 حتى باش يلقى الطرف الزطله اللي كنت بشروني بها. بعد قالوا لي باش نتوقف وكل قلت لهم اوكي ثم ندخل مويان بيان سور اعطيتهم شويه فلوس ومشي على رواحهم. انا وقت جيت تخي نايف قلت لهم نعطيكم 1000 دينار فرحوا هما على الاخر.
مي وقتها يا بيون امي معايا اللي قالت لي نو نو سي بو ترو دونك عطيتهم 500 في الاخر. مرحبا بكم مرة أخرى، شكرا لكم على المتابعة في زعمة تاون هول. وائل عاش وشي هذايا واللي ريزو هذوما وائل اللي يتكونوا واللي تلقى روحك أمام عصابة، عصابة تلقى ناس متفاهمين بين بعضها، وإلا تلقى ما بين بوليس وما بين حكماء تحقيق ساعات يقولك آه يا سيدي فما ريزو اليوم يطلب فلوس باش تخرج منها كشعرة من العجين. أنت شي هذا عشته مثلا؟ اي مش انا برك عشته، معناها برشا عبيد عاشته، فما عبيد تطلب عليها فلوس بالوقت، مثلا الفرقه اللي تشدك قبل ما تعلم عليك وكيل الجمهوريه تقعد دور بيك بالكهرباء تقول لك اي قداش نجم تلم فلوس، كلم صحابك كذا، الكلنا نعرفوه. مين علاش طلبوا برشا؟ خاطر ديجا علموا كيل الجمهوريه، دونك هذاك علاش طلبوا سوم كبيره 30 مليون نتاع باش ينجموا يعكعكوا مع الجماعه من غادي. بيه نحب نرجع عمان باش نهرب شويه من الموضوع باش نجيو بياسين قبيله. قال قانون انت حطيت روحك في الحبس كي تكيفت، مش قانون 52 بسرعه يفضلك no. ورجع لي قانون 52 اللي حطك في الحبس، مش انت، انت حريه شخصيه انك تكيف سيجارو. جاوبته كمل، اعطيني الشهاده نتاعك تفضل. التحليل وائل التحليل كيفاش يصير المقايضه حول التحليل؟ انه يدخلوا معك ساعه 6 من الناس في وسط البيت وبالمشتبه ريح هذايا بالسيف يمشي يمشي بيك، شوكي انت شنو هي كيفاش في النجم وانت معايا امان يرحم والديك تمشي كذا كذا وبرشا تي 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 وقتها يقول لك هاي يمشي كان باش تمشي ولا كذا كلم داركم ولا كيفاش غنبدلوا لك تحليلك. يجيبوا شكون هما؟ ديجا ما ينجموش يعملوا في بلاصتك خاطر كلهم يكونسوميو دونك يشوفوا شكون من السبيطار. والله والله انا نحب نسال فازا بركه بالحق، كي نحن تو كلنا متفقين انه القانون هذا لازم يتبدل والمستهلك ماهوش مجرم والحبس ماهوش الحل، فيش نستنيو باش نوقفوا العمل بالفصل الرابع؟ علاش شنو فيش نستنيو لو طون اللي يحضر المشروع القانون الجديد ولا كان باش نمشيو في التقنين ولا في تحرير نبته القنب؟ شنو هي نستنيو قاعدين باش نوقفوا؟ هلا باش نحكيو على الحلول شوي اخر، تحب تتفاعل دقيقه من زمان، نعطيك فريمون دقيقه سيد القاضي فريمون دقيقه تعصف حتى على قاعده الخلاص. انا اقل واحد يتكلم دونك انا اللي حكيت للسياسه الجزائيه للدوله، اذا كان ترى اليوم انت عندك مئات والاف من الشباب يزج بهم بالسجن بمعناها من اجل الاستهلاك، هي فما سياسه جزائيه للدوله تقول الريتيسا. علاش انا الناس شدنا في محاضر ونعدي فيهم وتحاليل وفما انتهاك للحرمه الجسديه وثم اعتداء على الكرامه البشريه، كيفاش اليوم تاخذ دليل ادانتي من عندي؟ معقول اليوم احنا مازلنا في دوره نحكيو على الديمقراطيه ونحكيو على حقوق الانسان ناخذ دليل ادانه الشخص منه نمشيو نعملوا تحليل ونجبروه باش يعمل تحليل ونعملوا له فحص؟ معقول هذا؟ هذايا راهي هذايا اذا كانت الدوله تحب تحمي حقوق الناس راهي هذه جريمه، راهي راهي في حد ذاته انك تجبر شخص انه يعطي دليل ادانته من عنده هي ديجا جريمه. هذه هي التراكمات سيد القاضي. خلينا نقول هذا اللي استنى عندي الجمله اللي لازمني نقولها باش من بعد ما يقولوش تكلم على الناس الكل. احنا بطبيعه الحال ماناش نتكلموا على الامنيين الكل وماناش نتكلموا على الناس الكل بربي، خاطر التجميع هذا اللي قاعدين نمشيو له في كل مره بطبيعه الحال ماناش نحكيو على الكل، نحكيو على شهاده حيه من عند مواطن تونسي كان يحكي على اللي عاشه هو. صحيح. وبطبيعه الحال فما الباهي والخايب بارتو، وبطبيعه الحال في اخر المطاف القانون كل واحد يطبقه حسب قراءته، لكن هذا مختر زاد كذا يعيشك يا ليس. طبعا هو حكي على اللي يعرف من اللي قبل. يلا نمشيو لباب النقاش. اميمه وينك؟ اميمه يلا ميكرو اميمه نبداو معاك. اميمه يلا اميمه سؤالك. سؤالي اليوم موجه للنواب الحاضرين معنا كممثلين على الكوتل نتاعهم في مجلس نواب الشعب. في جلسة لجنة التشريع العام اللي انعقدت في 4/3/2021 لمقترحات تنقيح القانون 52، فما برشا نواب ظهروا عدم اهتمامهم بالموضوع وحضورهم كان جسدي وليس فكري، فما عبروش على رأي الحركات اللي ينتميوا لها بخصوص القانون 52. إذا في جلسة امتدت 3 ساعات شنو القرارات اللي خرجتوا بها وتفهمتوش بين بعضكم؟ من خاطر احنا مازلنا ما فهمنا شيء. شكون باش يجاوب مع اصحاب المبادره التشريعيه؟ شكون تفضل بسرعه. زيد اسامه سيد زيد اسامه الخليفي تفضل على قلب تونس. ما وجدتش لشكون يعني اي تفضلوا عينوا بنت بعضكم مش مشكل سيده نواب في الجلسه اللي تحكي عليها. ما نجمش النواب يكون عندهم نفس الاجابه مستحيل في الجلسه اللي تحكي عليها. انا نحب ساعه نشكر النائب معنا سي فارس بلال اللي كان وراء الانيسياتيف هذا، وهو شباب مع سيجار مغربي وغيره وشباب من شباب الكتله. احنا حضرنا في الجلسه هذه وناقشنا
وعرضنا مقترحاتنا ككتلة، وكان النقاش حول الفصول اللي باش نحبوا ننقحوهم اللي هما الفصل 4 والفصل 7 والفصل 19، كنت حبوا من بعد نحكيوا فيهم. لكن بالطبيعة احنا قلتها من الاول، لو برانسيب سي دي بيناليزي، معناتها نحيوا هالعقوبة السجنية هذه، ونقترحوا أكثر من هذا، نقترحوا عقوبة بديلة اللي هي معناتها أخطية ما تفوتش مليون، خاطر تعرفوا مليون كي تولي الأخطية بمليون تولي تقيد في البيتروا، وتولي ثم الإشكال اللي يحكيوا عليه أنه الشباب ما ينجمش يشارك في مناظرة، البيتروا تولي ممسخة وغيره. والعقوبة البديلة هذه هي عقوبة معناتها خدمة للشأن العام، لكن اللي مقترحينه نحن هو كون الحبس يتنح. خلينا نصارحوا بعضنا، احنا اللي سمعتوه الكل لهنا والشباب اللي قاعد يقول فيه الكل، احنا عندنا منظومة قضائية اليوم متعفنة، عندنا منظومة تشريعية معناتها متخلفة، منظومة سجنية متخلفة، منظومة صحية وسياسية متخلفة. لكن خلود بالله نحب نكمل حاجة، راهو لو شونجمون ما ينجم يجي كان من جينيراسيون جديدة، خاطركم تشوفوا منظومة كاملة قاعدة ماهيش فاهمة. شكرا لك أسامة الخليفي. نور، وينك نور؟ هاي السؤال تفضل. معناها سي أسامة، ايقف نور. شكرا سي أسامة الخليفي، معناها تحب تقنعنا اليوم اللي أنت مع العقوبات البديلة اللي هي الخطية المالية، معناتها باقي قاعد تعرف ضمنيا منك اللي المستهلك هو مجرم وليس بمدمن كما كنت ذكرت في المداخلة الأولى نتاعك. لا في حالة العودة، لأنه يلزمنا زادة نحكيو في حاجة ونفهموا اللي هذا راهو سم وراهو يهدد في صحة الناس، وراهو مادام ما عندناش منظومة صحية تعالج الادمان، وهذاك علاش الدوله لهنا. شوف راهو يفو با سي اسامه، سامحني ماناش احنا المعنيين باش نلقاو حل منين باش تجيبوا مقاربه علاجيه. راهو انتم ممثلين الشعب، كي جات وزاره الصحه وقالت لكم في 2017 ما عندناش موارد ماليه باش نعملوا مقاربه علاجيه، وينكم؟ وين الحلول البديله؟ شنو هي مخرجاتكم؟ شنو هي مقرراتكم؟ متفقين. شوف قراراتنا احنا خذينا قرار باش نبدلوا، وعملنا مقترح واستبقنا الناس كل، وباش نفرضوا هذايا في المجلس وعلى الحكومه. لكن اللي نحب نقول جست احصائيه، سامحني خاطر احصائيه جست باش نقولها ينجم يكونفيرميها لنا سيد سفيان هوني. كان حسب ما يقول اللي سجين يتكلف 40 دينار اقل حاجه على الدوله في النهار، لمهم في العام قداش؟ اون بارل دو مينيموم تاع 55 مليار، ما عندكش باش تعمل مقاربه علاجيه بالمونطون هذايا. شوف ثم فلوس اون بارل دو مينيموم جيدي تتصرف اكثر من هذا، وتتصرف على ناس اليوم موجودين كما قال المحامي، ناس موجودين في ايقاف تحفظي، في قانون متخلف اللي تنحى في العالم الكل. اليوم 60% من المساجين موجودين معناتها موقوفين تحفظيا، يصرف عليهم في العالم أستاذ. وفي منظومة سجنية متخلفة، ناس ترقد مع بعضها في معناتها على البياسون. سيدي الكلمة نور، شكرا لك، مش نجاوبكم الكلمة، راهو جانب قانوني كل والأسئلة الكل موجهة ليك. أنا نجاوب أستاذ. احنا هنا عملنا زوز حاجات، خرجنا لا دروك دوس اللي هي الزطلة من الجدول هذا، جدول بي. سيدي النائب نحب نقول لك المقاربات اللي استشهدت بها انت اليوم، عاد تحكي على الدول المتقدمه بيان سور اللي ماهيش كيفنا. نحب نقول لك الدول هذيا رفعت التجريم المطلق على المستهلك، قاعد تنظر له كانه مدمن، مش باش تفرض عليه عقوبه ماليه. اللي ما عندوش مليون شي يعمل، اللي ما عندوش مليون شي يعمل استاذ. ثم العقوبه البديله، ثم عقوبه بديله. ايه العقوبات البديله؟ باش نقول لك شنو هي العقوبات البديله، ما تخافش. انا فسرت لحظه برك سامحني، كيما كانت راح استاذ حسون الناصفي، عقوبات بديله هي مثال خدمه من اجل المصلحه العامه. يا اخي عندك قوانين تفسر كيفاش خدمه من اجل المصلحه العامه، عندك اليات، عندك نور، لانه الحوار لازم يكون مع الجميع. سيد النائب ايضا نطلب منك شاتيو الكلمه المحمد، ومن بعد نواصلوا النقاش معكم. زيد الغني وياسين العياري باش نرجع لكم الكلمه على نفس النقطه. علاش خاطر هي قالت حاجات مهمه ولازمنا نجاوبوا عليها. لازمكم تجاوبوها، هذا الجانب القانوني راهو هذا الحقوقي والقانوني، انتم باش تتحدثوا فيه بالكدا. شكرا لك سيد نائب. المقترح نتاعهم زاد عندي ملاحظه على المقترح. تفضل سيد القاضي. اي محمد نسمعوا. تفضل محمد. انا ناسي الكل صاحب الرحب بالضيوف، انا سؤالي باش يكون موجه للنواب لكن بالخصيص سياسي العيار. نحب نذكرك انه في بلاد صارت فيها ثوره، كان فشلت الثوره كنا تعدينا على قانون الريب، على خاطر انت سيادتك تحترم القوانين برشا، والمذنب هو السيد اللي خرق القانون. احنا عملنا الثوره اللي جابتك في الكرسي هذا، وخلقنا قوانين باش عملنا الثوره هذه. اليوم عندي تحليل،
اللي هو يخلي الكرامه نتاعي تتهان، اللي هو ما يضمنيش حقي في الحرمه الجسديه. انا نحب نقول لك انت اليوم كي تعتبر انك ماكش تصادق على القوانين متعلقه بالترقيع انا معك، لكن هل اقترحت انت او حركتك او شخصيا او شفت توافق مع الكتل الاخرى باش تقترح حاجات كامله ومتكامله كيما التقنين كيما طرح التقنين كيما غيره؟ معني ما نقعدوش نحكيو قدام الشعب التونسي احنا ضد لكن من غير بديل، هل لكم بديل في هذا او لا؟ لا ما غير تصفيق مشينا لينا كامله. لا لا هاي تفضل نتفاهم معك صديقي العزيز. بالنسبه للتحليل موافقك، يرتقي الى درجه التعذيب انك تاخذ ادانه من شخص يعطيها بدنه غير معقول وغير مقبول ويجب ان يتوقف. نزيدك اكثر، نفس الحكايه نتاع الفحص الشرجي، ايش معناها تقيم الحجه على واحد بجريمه بدنه؟ متفق معك 1000%. ان قمنا بثوره خرقنا القانون، هلا يعني ان قمنا بثوره على اساس التالي اليوم نمشي نحرق ضوء احمر؟ قال شنو قمنا بثوره خرقنا القانون؟ ما عندوش علاقه الضوء الاحمر سياسي، ما عندوش علاقه الضوء الاحمر باستهلاك القنب. يهديك راهو ما تقارنش هذا بهذا، ما تدخلش شعبين في رمضان، نحكي ولا حاجتين ديفيرون. انت ايش قلت لي؟ معناها اليوم نحكي على الارهاب ما نجمش نقول انا الارهابي ما نعتبروش مجرم على خاطر عندي حجه اخرى، ليه؟ مانيش هذا اللي نحكي فيه. ما نقولكش الحبس ليه، معناها نخرج من الحبس. فعلت معاه خليه يجاوبك وبعد ماشيين الى فقط اللي عملنا ثوره فهذا يبرر، والثوره كانت مخالفه للقانون، فهذا يعني ما احترموش القانون في هذه. يهديك القانون قانون، ما عجبناش نبدلوه. نمشي معك نجاوبك سيدي على احنا قدمنا شي حاجه. احنا ضد الحل الترقيعي، علاش؟ نحن نعتقد اللي يجي لبلاد كيما تونس لا فيها نظام صحي لا فيها نظام ثقافي. وينهم المبادرات؟ استنى اصبر خلينا نجاوبك. لا فيها نظام تربوي ويحب ينحي العقوبه، تعرف شو يعمل؟ يعمل في بكسل وتعمد في قنبله موقوته في هذا البلد. مش يعمل لك سامحني خلينا نكمل معك جمله هذه خلينا نكمل فكره. انه شو يعمل؟ يسيب لك الاستهلاك يطير في السماء وفلوس وين تمشي؟ تمشي الى عصابات، تعرف العصابات اللي مش تحب تعملها تدز دزانا لرفع العقوبه. قدم مبادره جوستومون، انا اتمنى المبادره ونخدموا فيها توا. وهي تاخذ وقت، تعرف شنو هي؟ الدولة تبيعها الفلوس اللي ماشية للعصابات اللي ماشية للريزوات، الريزوات اللي تدفع اليوم لرفع العقوبة وين تمشي؟ تمشي تتكلم على فكرة وكالة وطنية للقلب الهادي. لا مش وكالة، لا انت تبيعها وفلوسها وين تمشي؟ تمشي للصحة. اليوم ما عندي حتى بلاصة بتاع علاج إدمان في تونس. دونك المبادرة نخدموا فيها احنا شنو هي؟ انه الدولة تبيعها، تبيع سلعة نظيفة سيدي ما تاخذ سلعة ان شاء الله تشوف النور. الحلول يا سي العياري فضلك خذ بخاطري انا ما قصدتش عليك. تدلل عليك نمشيو يا عايش تدلل عليك نمشيو للحلول والمقترحات توت سويت في اخر جزء من برنامجنا. ما غير فكان سيد النائب، باش نعطيك الكلمة شوية اخر زيد غني عن التيار الديمقراطي. باش نعطيك الكلمة وموجودين في المباشر. الكلمة المحمد 99 ثانية في باب الحلول، فضل محمد. عسلامة. ظهر لي اليوم شفت ان المقاربة الرضعية فشلت في انها تحارب الاستهلاك والادمان والاتجار الغير مشروع. اليوم ظهر لي وقيت ان نشوف المقاربات اللي ناجحه. احنا بالنسبه لينا اول حاجه انه ما نعتبروش المستهلك مدمن ونردوا له اعتباره، الاعتبار لابسط الاشياء انه القانون هذايا ظلمه. ثاني حاجه انه نحروا ماده القنب، ولهنا باش نقضيه على الزطله اللي مخلطه بالسموم ومخلطه برشا مواد ودمرت مستقبل برشا عباد. بالنسبه للبلدان والتجارب المقارنه كان نشوفوهم نلقاو انه البلدان هذه اللي قنت القنب نجحت في انها تنقص من الاستهلاك وحاربت زاده الاتجار الغير مشروع. نحب جوست نذكر معناها الناس الكل في المقاربه نتاع التقنين انه راهو مانيش نحكيه على مجرد شيخه فقط، وانما نحكيه لهنا على الدواء اللي هو الكنابيس، نحكيه على كاربيرون تكستيل وبرشا فوائد اخرى. احنا عطيناكم الحلول، اما كيما نسمعوا ديما معناها انتم شكون؟ ما عندناش وقت، ما عندناش فلوس، والشعب ماهوش قابل. 30 سنه نسمعوا في الاجوبه هذه، ان شاء الله تتبدل النهار على خاطر بدينا نتعبوا شويه. بالنسبه لحنا شكون؟
احنا رانيا العمدوني، احنا مساجين قوانينكم الباليه، احنا الشباب الناشط ولا والعبيد اللي مطيشه في الحبوسات، احنا الناس اللي موقفه في حبوساتكم. شكرا لك محمد، بارك الله فيك. شكرا لك، يعطيك صحه، ميرسي بوكو. به باش نمشيو الى النقاش الاخير تقريبا، نقاش الحلول. الحلول توا، وباش نمشي مع زير الغني. تفضل تفضل سيد دنيا، ماذا تقترح في باب الحلول؟ اي على ذكر الحلول لازمنا نذكر شكون اشتغل على الحلول بجديه منذ سنوات في تونس. كوليك، جبهه تحرير القنب، روتس تي في، حزب الورقه، الناس هذه خدمت في الفون في الفون معناتها على الموضوع هذايا. وانا فالي قال لي زي بوغ فو، شباب قاعد يتحرك. كنت تحكي توا على المقاربه، انا نعرف مليح اللي انت طلعت معناتها اللي فما قانون فيه 39 فصل تحديدا قاعد يتناقش توا موجود في مجلس النواب، يخص تنظيم ماده القنب، تنظيمها، الظاهره اللي ما تنجمش تعزلها تنظمها. القانون هذايا شاركت فيه زاده محامين بلا حدود وقاعدين يناقشوا فيه. المجتمع والشباب ينجم يكتب قوانين، انا كنايب مش دوري مش نجبد ورقه وستير ونقعد نكتب، لا لا، انه الناس هذه تشارك. وهذا القانون توا في خطواته الاخيره، والخدمه دامت اكثر من 10 اشهر. صارت حادثه نتاع 30 سنه، لا ريكوبيراسيون بوليتيك اللي توجور لا عادي، لكن نحب نقولوا في الموضوع هذايا وبصراحه ما عادش تنجم تنقح قانون اعرج. دونك شو تقترح المقاربه؟ الفكره، شو تقترح الفكره الحل. اول شيء الحل صديقتي بكل بساطه للمتابعين، انه اول شيء اكل على منظمه الصحه العالميه في 20 ديسمبر اوصت الامم المتحده وصوتت على سحب ماده القنب من الجدول الاربعه اللي ظهيه الجدول به في تونس. اول حاجه نقوموا بها خرجوا، وهو ظاهره اجتماعيه خاصه وننظر فيها كيف يمكن ادارتها، كيفاش لازم تتنظم، وغدوه تولي وزاره الصحه عندها دور مراقبه للمستهلك، مراقبه للمنتوج، حمايه للصحه العامه، ودولة تقوم بدورها الفعلي اللي هي ليتا بروفيدونس، الدولة الحامية، مش الدولة اللي تلقي ب انا ديجا عندي نقطة التقاء ما بين زياد غني وياسين العير اللي ما كنتش في بالي فما نقطة التقاء اللي هي وكالة بروبابلومون رجع لك. نمشيو رجع لكم رجع لكم. نفتح مرة أخرى النقاش النهائي في باب الحلول. تفضل نداء نور. نور اول حاجه ساق بما نحكي على المعضله نتاع قانون 52 لازم يتحل. اول حاجه نبداو بها استاذ مكرم جلاسي، التجاوزات اللي قاعدين نشوفوا فيها المقترنه بالقانون هذايا 52 نحكيو على حالات. لا 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 اي حلول الحلول. نحن نطالبوا اليوم بحلول بخصوص ظروف الايقاف اللي قاعدين تمارسوا فيها اللي هي تعسفيه برشا، ظروف تجمع كل ظروف المعامله القاسيه والخشبيه بالنسبه للمساجين هذيا. وثاني حاجه نطالبوا برد الاعتبار للمساجين السابقين، كيش تخرجوهم شنو محضرين لهم. باهي بفضلك نور، قبيله دخلت ما تجاوزش وقتك. ويني نداء؟ تفضل نداء، يعطيني انت في باب الحلول. نداء تفضل. هاي اليوم انا كشابة تونسية كنت نفضل انه تكون ما بيناتنا قوانين تحميني وتحمي غيري، ولكن انا اليوم قاعده نشوف في قوانين تقتل فيا وتقتل في طموحات الشباب اللي كيفي، ولكن مش مشكل، انا نقدم لكم الحل اللي عندي. يلا. انا اليوم نطالبكم بنص تشريعي واضح، نص تشريعي مدقق وواضح يعاقب على الاستهلاك في حالات معينه، وحتى العقوبه نتاع الاستهلاك هذا تكون خدمه للصالح العام، وهكاك نكون وفقنا بين ممارسه الشباب لحريته الفرديه وبين تماسك المجتمع اللي نحبوا نخلقوه. يلا وين رافد؟ خلي يعطينا دقيقة من زمان. رافد وينو؟ هاي. يلا رافد تفضل. جودة، مراقبة الفئة العمرية اللي تستهلك، وللقضاء على بارونات الفساد والسوق السوداء. يلا شكون مازال عنده؟ يلا ويصال. ميكرو ويصال. يستهلك زطلة. وينو الميكرو ويصال؟ خاطر عندي. عندك الميكرو هذاك ما عرفتش ويصال شكون هذاك سيكوريتي هذا يعيشك ويصال. تفضل. دونك مش كما قال السيد ياسين العياري، مش صحيح انه هو يكون قاعد هكاك جوست بوغ الشيخه معناتها يمشي يستهلك. فما اسس، فما اسباب اللي لازمنا نعالجوها معناتها. راهو فما فقر، راهو فما بطاله، سي با نورمال انه انسان يقعد بطال بريسك معناتها، شباب والكل عاديه بطال، سي نورمال انه يلجا الحاجات هذيا. ما تحاسبوش من بعد، ما تقولوش انت استهلكت زطله برا ادخل الحبس برا خلص. لا، لازمنا الاسس نهدوها باش نفهموا الحكايه شنيا. خلينا من لوطه نعالجوا الساعه باش نوصلوا لفوق.
شكرا لك وصال. اذا في باب الحلول انا باش نمشي مباشره الى الرجوع للتصويت الساعه قبل كل شيء ونشوف شبابنا اللي طلبنا منه التصويت الى حد الان. هاني جايك هاني جايك هاني جايكم جايكم راجع لكم راجع لكم راجع لكم راجع لكم من فضلكم يعيشكم. منذ البداية قلنا لكم أن الوقت محدد ومن فضلكم أني رجع لكم. مانيش قادر نعطي الكلمة للناس الكل. خلينا نمشي نشوف التصويت كيفاش تغير من عند الشبان. طلبنا منكم مع وإلا ضد رفع التجريم على استهلاك القنب الهندي. إذا 83% لهنا يقولوا أنا مع إلغاء تجريم استهلاك الزطلة، و 17% أنا ضد إلغاء تجريم استهلاك الزطلة. يعني هذا تعهد النواب. نمشيو إلى تعهد النواب خلود الآن نجمو زادة تعلوه. لكن أنا باش ندعو الياس مع النواب السيد ممثل الحكومة لو كان يسمح. الكلمة ذي موجه لك أنت أيضا مع النواب. التعهد، هل تتعهد الحكومة أن في غضون عام من زمان يتم تنقيح القانون حسب اللي تكون تشوف فيه من أرقام 83%؟ هل عام من زمان نجم يكون تعهد الحكومة لتنقيح هذا القانون؟ تشاركي أو لا تشاركي، مش هذا المشكل بالنسبة لنا أنه يتقع. هو السيد رئيس الحكومة في 13 فيفري 2021 أعطى تصريح سياسي، وهو التصريح هذاك يعطي تعهد يعطي والتصريح هذاك هو مش مجرد تصريح في الهواء، هو مدروس. السيد رئيس الحكومة درسه، وهو أنه الحكومة سوف تقوم بتنقيح القانون، مش في إطار تنقيح تجميل قانون 52، لا، في إطار منظومة قانونية متكاملة تعطي البعد الصحي لهذه المسألة. هل تتعهدون بالمصادقة عليه في غضون عام سيمكر؟ وسجلاسي مش ما يقولوا ليس سمحني. نحن مبادرة الحكومة سمحني ليس ها؟ تفضل. أي. سجلاسي بوغ فير فيت، احنا باش ما نقعدوش نقولوا لبعضنا هم يقعدوا فينا وعمل قاعده مع لي جون وبعديك ما نعرفوش مين. هل تقبل انك تتعهد معنا برفع اليد كما باش نطلب من النواب بالضبط؟ انطلقنا في العمل. تتعهد خلال سنه نجمو نشوفوا نتيجه فازتك معايا؟ شكرا ليك، يعطيك صحه، ميرسي بوكو. سيد النواب، نفس السؤال، هل ستصوتون على إلغاء العقوبة السجنية للمستهلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية اللي يتعهد معنا يهزيت؟ خليني نقول كلمتي. تتعهد معنا الساعة ولا لا؟ خليني نقول كلمتي. تحب تقول كلمتين وبعد تتعهد؟ كلمتين هما بش بش بش. أي. احنا تعهدنا وعملنا ورقة وجوز انفيت الناس كل باش تقراوها. دونك كان عندكم مقترحات ارفع يدك الخليفي اعطيهم. دونك هزيتك مساعدين. هز الاوراق مالا فوالا. زيد غني زيد غني الموضوع هو منع التجريم هكا فقط يعني، وقانون 50 ما يحبوش حاجة مخير معناها المقابلة. احنا نديروا بهذا إلى حد الآن رفع التجريم ينجم يكفينا. تتعهد أنه رفع التجريم معنا رفع التجريم وحده صحيح لازمها تكون مقاربة عامة. وقت الدولة تكون فما منتوج وانت رفعت التجريم عليه فلابد أنك تنظمه. نحكيه على دولة أمن قومي. نبدأ في موضوع رفع العقوبة السجنية. أنا معتي تعهدي شخصي ونهز عليه يدي اللي هو أنا سأطرح مسألة تنظيم هذه الظاهرة المتعلقة بموضوع القنب بصفة عامة. بالنسبة لك إلغاء العقوبة السجنية معناها سيفيدون هذيك حاجة مش كي سيفيدون تمشي مع بعض تتعهد عليه ياس العيار خلود رفع الاكتفاء برفع التجريم كارثة. راكش باش تعمل باش تسيب الزطلة في وسط البلاد وما عندكش وين تداويهم. راهو من يكتفي برفع التجريم سامحني من يكتفي برفع السجنية لا لا ما تجي نصف الحل هذايا راهو قنبلة موقوتة في البلاد. فلوس الزطلة وين باش تمشي سامحني؟ لن أصوت على الاكتفاء برفع التجريم وأعتبر من يفعل ذلك مجرم في حق البلاد. يحط في قنبلة موقوتة. أنا نخدم على أنه الدولة تبيعها وتنظمها لا نصف حل على الأقل السلعة باهية وفلوس الزطلة ما تمشيش للعصابات تمشي للدولة تداوي بها المدمنين. ياسر العياري لن تتعهد زيد الغني أسامة الخليفي تتعهدوا لنا؟ تعهدوا لكن في مقترح كان بس على خاطر السيجار ما فيش كان هذا في معالجة كاملة للموضوع واضح.
احنا حبينا نكتفيو برفع التشجيع. كما يقول ياسين عنده الحق اجراء متفاهمين، لكن يعطي انطباع انه الوقت لا لا متعهدين، احنا مع هذا متعهدين. اوكي دكتور رفعت يدك على رفع العقوبه السجنيه. ماهيش بلاد متعرف على العقوبه، ماهيش بلاد تاع ديبيناليزاسيون. وريت البلدان اللي عملت كيفنا، عندها نظام صحي محلاه نجم تخدم. احنا ما عندناش، احنا بلادنا نتاع ليغاليزاسيون ماهيش نتاع ديبيناليزاسيون. يلا تفضل. العقوبه السجنيه هكري حتى في علاقه بالعقوبه السجنيه فما نوع من التوجس غاز وهو كذلك. احنا في اطار توا الحلول هكا ولا لا؟ ابسوليومون. فما عندي برنامج كامل، عندي خطه واضحه، ونتوجه هوني للسيد الممثل الحكومه والساده النواب. كان فما اراده سياسيه حقيقيه الحق. يوم ثلاثة هذا 16 مارس السيد رئيس الحكومة يجتمع مع السيد وزير العدل، مع السيد وزير الداخلية، مع السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويطلب منه كما قال سي عمر أنه في إطار السياسة الجزائية للدولة ما عادش نوقفوا حتى حد، نواصلوا التتبع لكن ما عادش الإيقاف. وهذا ممكن يوم 23 مارس انعقاد مجلس وزاري يترأسه السيد رئيس الحكومة، ويتم التصويت المصادقة على 4 فصول اللي مازلت فيها الاستهلاك يعاقب بالسجن، وردوها عقوبة مالية رمزية. اليوم في نفس اليوم يتم إحالة المشروع على المجلس النواب الشعب، يتم وفي سافيسة على الإحالة على اللجنة متاع الصحة، اللجنة متاع الحريات، واللجنة التشريع العام، ويمشي للتصويت على الجلسة العامة. هذا الكل ينجم ياخو جمعتين ثلاثة وتكون العقوبة المالية اتنحات. ثم يوم 20 مارس، يوم 20 مارس سيد رئيس الجمهورية ينجم يصدر عفو رئاسي، عفو خاص على كل المحكومين أحكام نهائية باتا. توا هذا اللي نتوجه به للسلطة، هذا نتوجه به للسلطة. توا نتوجه إلى المجتمع المدني. واختمي فضلك. المجتمع المدني، الكل اللي خدموا، الناشطين الفاعلين الكل يتلموا في 10 أيام الجايين هذوما. معهم شكون؟ معهم اللي عنده الأحزاب السياسية، حزب الورقة، وكذلك الأحزاب السياسية اللي عندها مبادرة، والأحزاب السياسية اللي ما عندهاش الكل. نخدموا إلى حتى العطلة البرلمانية اللي باش تجي، باش ومشروع فيه نحكيه على التصنيع، نحكيه على الزراعة، نحكيه على كل المشكل، ونلقاو حل يكون حل نهائي. شكرا. وفي هذا في الأخر بكل بعد ما يتموا المصادقة على قانون جديد اللي فيه الزراعة إلى آخره، يصدر مشروع أما يصدر قانون عفو تشريعي عام، باش كل من عام 1992 إلى حد هذا اليوم ودخل الحبس يسترجع الحقوق نتاعو في اطار استرداد الحقوق. شكرا لك نظره بتر اونيك تنجموا تحكيو معاه. فوالا دونك انا مش وحدي، انا مش وحدي، انا عندي مسؤوليه. سامحوني سامحوني تفضلكم، عندي مسؤوليه، عندي مسؤوليه وباش نقول لكم عليها. فيصل جات معاه والدته اسمها فاطمه، فما برشا امهات يتبعوا فينا. مدام رشيده سامحني فيصل، مدام رشيده فما والدت ام وائل تتفرج فينا، سامحني نسلم عليها نزيه. لا استنيني يا وائل، استنيني. باه باه عند اوكي 400 موقوف داكور دواء، خلينا ناخذوا تعهد يا وائل وتنفيح المجال الجزائيه كذلك والامهاتهم والعائلاتهم. انا يلزمني ناخذ تعهد واضح من عند النواب، خاطر الكره عندكم، الكره عندكم بالطاهر. يلا العقوبه السجنيه قبل نهايه الدوره البرلمانيه هذه، تتعهدون انكم باش تصوتوا على الغائها برفع اليد؟ برفع اليد. شوف احنا مقترحينه هذا، اي وسامه مقترحينه باش ندافعوا عليه، بالطبيعه باش نصوتوا عليه. هز يدك وسامه. زياد ياسين انت غير موافق. لا المافيات اليوم تدفع للديبينيزاسيون، ما تحبش على الليغاليزاسيون. كلمه ليغاليزاسيون هي الكارثه نتاع العصابات. شكرا سيد ممثل رئيس الحكومه ايضا تعهد لنا. شكرا لك. العقوبه تقف غاز على تقدم، شكرا لك. عندك فلاتر اليوم خذهم، ما عندكش اليوم يسمعوك، اليوم يسمعوك ولازم تبدل. شكرا لكم على المتابعه. وصلنا للنهايه، سامحني سيد النائب، وصلنا للنهايه. شكرا لكم على المتابعه. فهمتوا ان الموضوع حارق، فهمتوا ان القانون 52 حان الان وقت تنقيحه. فما شكون يقترح في غضون جمعتين ثلاثه انه يتم
تجميد العقوبات السجنية، وفي نفس الوقت يتم الإفراج على عديد المساجين في قانون تشريعي في قفا ويقول 400 نثبت ونقول لك. في الأثناء السادة النواب تعهدوا، شكرا لكم، هذا التاون هول شبابنا هو اللي سأل، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى. شكرا لك خلود، شكرا لضيوفنا الكل، وشكرا لكم على نعتذروا سعة للناس الصدر اللي ما تكلموش وما قالوش اللي حبوا عليه الكل. شكرا لكم، ميرسي، تصبحوا على خير، شكرا لكم، بسلام.